تفتش عدوي من صديق جبال الصبر اطلعها وابكي وبحر الملح اسهل من طريقي مخبي تحت قلبي قلب تاني مخبي تحت قلبي قلب تاني وانت احب من قلبي الحقيقي وانت احب من قلبي الحقيقي وانت احب من قلبي الحقيقي. الصنديدي بتاعتك؟ ايوه يا بيه بتاعتي فيها صابون. افتح. ايه ده؟ صابون من فوق حشيش من تحت؟ حشيش ايه يا بيه؟ ايه ده؟ احنا ما نعرفش الحشيش حشيش ايه يا بيه؟ دول كانوا عند كوثر هانم بعتتهم لي اول امبارح وقالت لي مش عايزه الصابون. اسالها دي ست طيبه قوي يا بيه. والاوراق دي بتاعتك؟ لا يا بيه مش بتاعتي معرفهاش معرفش حاجة عنها. ازاي؟ ده حوافز من البنك باسمي. حوافز من البنك؟ بنك ايه يا بيه؟ ده احنا غرامة مش لاقيين ناكل بنك ايه حرام عليكم. فتوح يا بيه الصناديق دي بتاعتي. الست كوثر هتقول لك ان الصناديق دي بتاع الصابون. انا بتاع الصابون مالي انا ومال المخدرات. يا فندم الست دي كانت بتستعمل بيتي كمخزن ليها. انا ست طول عمري محترمه وفي حالي فكانت بتستغل المكان المحترم ده كمكان امين لنشاطها. مش مظبوط يا ست كوثر. تعال انت وهو. ايه اقوالك؟ الهانم بتاعتنا ما كانتش تعرف اي حاجه عن الصناديق دي ولا عمرها شافتها. الست كوثر هانم كانت بتحب تدي حسنية فلوس والسلام. وانت يا بواب؟ كان بيستناها بيه ناس بره وياخدوا منها الصناديق. ما حصلش. انا عندي عيال عايزه اربيهم يا بيه. ولما انت عايزه تربيهم ماشيه غلط ليه؟ ليه بتعض الايه اللي اتمدت لك؟ انت كدابه والرجاله بتوع الدور كمان كدابين. اما واقعها صحيح انا ما اعرفش حاجه عن الصناديق دي وعمري شفتها. ما تتكلمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظلمه. مش عايز ولا كلمه. انتهت المواجهه. الورق ده عباره عن حوافز بنوك فلوس محطوطه باسمك بمبالغ تصل الى 10,000 جنيه. مش معقول يا بيه 10,000 جنيه؟ ومش معقول ان صابون الدبابه اللي بتشتغلي فيه يكسب الفلوس دي كلها. يا بيه ده احنا غلابه مش لاقيين ناكل. الورق ده ما عنديش فكره عنه. لازم حد ليه الغلط حطهولي. يا سلام على البجاحه. انت ما عندكش ضمير. بس خلاص اكتب. قررنا الافراج عن السيده كوثر انور الطايع بضمان محل اقامتها ويتم الافراج عنها من سرايا النيابه. ثانيا تحجز المتهمه حسنيه احمد فرحان 4 أيام على زمة التحقيق ويراعى تجديد الحجز في الموعد القانوني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بعد الاطلاع على اوراق الدعوه وسماع المرافعه الشفهيه حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه حسنيه احمد فرحان بالاشغال الشاقه المؤبده. رفعت الجلسه. انا مظلومه. انا بريئه. انا مظلومه. انا بريئه. هو انا لسه ما رحتش بداية.
غصب عني يا روح ما بعدك روح، كنت هتحبس. عشان ما تتحبسيش اتحبس انا، تلفي لي طومة وتشردي ولادي. صباح الخير ستاني. صباح الخير. في ايه؟ عارف صار هذي مستني ستك تحت. طيب انا هلبس واجيله حالا. صباح الخير يا استاذ سقر. يا صباح الخيرات. اهلا، الحمد لله على سلامتك يا ستي. الله يسلمك. كل شيء عالي العالي الحمد لله. كوثر هاني ما تاخذيناش لاننا ما حاولناش نعمل معاكي اي نوع من انواع الاتصال لحد ما اطمنا ان خلاص القضيه اتحكم فيها وبقينا في امان. ايه شايفك مش مبسوطه؟ الحقيقه ما كنتش اتمنى ادخل الست دي السجن، كان نفسي يبقى في حل تاني. خطتنا ان احنا لازم نعمل حساب اليوم ده، لازم يكون في كبش فدا عشان حضرتك تطلعي زي الشعره من العجين. ما تنسيش ان قضيه زي دي بيوصل فيها الحكم احيانا للاعدام. انا صحيح نفدت من العقاب، لكن ما كنتش متصوره ان في نوع تاني من العقاب النفسي يعذبني طول الليل والنهار. يا ماما عايزك تحطي في دماغك حاجتين اتنين. اولا الأبيك، يعني المكسب المادي الخرافي، وثانيا حبل المشنقة. عندك حق. نتكلم بقى في الشغل. بيتهيألي الوقت مش مناسب، انا اعصابي تعبانه ومش قادره اتكلم في اي حاجه. لا 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 لا، انا مش عايز الموضوع ده يشدك اكتر من كده. لا يا ماما، انسي، حاولي تنسي. المسألة عايزة وقت. نديكي وقت. على فكرة الشنطة دي فيها 250 ألف جنيه كانونيكي عندنا. طيب مع السلامة. لا 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 لا، ميرسي قوي، خلي حضرتك مستريحة، أنا عارف السكة كويس. الشنطة عن إذنك. فرحانة بالفلوس، افتح الشنطة وأديهم هتلاقيهم كتير، وحطيهم على الفلوس الكتير اللي عندك. ادي دول وحط دول جنب دول وخليهم ينفعوك، خليهم يجيبوا لك النور. كفايه كفايه. خير استهان؟ خير في ايه؟ حد من العربيه، عايزه اروح بيت حسنيه. وليه بس كده يا استهان؟ عايزه اروح لحسنيه. حاضر حاضر، بس ايه يا استهان؟ انا هحضر العربيه. اتفضل يا استهان، اتفضل. بدي اجيبها. بس كل ورا مستمع استهان. اهلا معلش معلش، سيبهم يا عارف هيعصبوك يا استهان. طب ابعدي بس شويه يا حبيبتي. وانت اسمك ايه؟ محسوبك يا ست هانم عتريس. هتعرفيهم ازاي بس من بعض يا استهان؟ على رايك مش ضروري اسمائهم، انا كنت عارفه انهم 11 عيل، بس ما كنتش متصوره انهم يبقوا كتير بالشكل ده. لا كمان يا ست هانم، دول عيال غير كل العيال. يعني ايه عيال غير العيال؟ احنا ناس غلابه يا ابويا. طيب طيب، انت الكبير؟ انا الكبير عتريس. انا عندي فكره عن ظروفكم. ابويا خرج ما رجعش، وامي برضو خرجت ما رجعتش. طيب انتوا مالكوش قرايب؟ مالكوش معارف؟ الجيران كانوا بيعطفوا علينا كده بلقمه ولا اتنين، وبعدين اول ما لقوا العمليه طولت زهقوا. طب يا عتريس خد الفلوس دي ليك ولاخواتك. فلوس فلوس عيال. انت ما روحتيش مع اخواتك تاخدي فلوس ليه؟ انا مش عايزه فلوس. انت اسمك ايه؟ وفاء. وعندك كم سنه؟ طول. يعني كام؟ 4 سنين. طب انت ماسكه فستاني ليه؟ اصل انا حبيتك قوي وعايزه اجي معاك تاتين عند امي. اوديك عند امك؟ اصل انت مش عارفه زمان كان فيه هنا واحده لذيذة أوي طيبة أوي اسمها قمر. قمر دي كانت بتأكلني وتشربني وتحطني، بعدين يا ستي مشيت راحت فين الله أعلم. من ساعة ما مشيت مش عارفة آكل. كفاية كفاية. أنا
سألتك انت رايحة فين؟ انا هروح. مش انا قلتلك تاخديني تودين عند امي؟ طب افرضي ما لقيناهاش؟ هتبقى حاجة تحير. اقولك استنى معاك. يعني انت عايزة تيجي معايا؟ اه. طيب هات يا عارف. ده انت بقيتي زي القمر. انت اللي قمر. يا بكاشه. انا مش بكاشه، انت صحيح قمر وحلوه مش بكاشه زي الست دي. طب يا حبيبتي ادخلي بقى من الباب ده، هيحطوا لك الاكل اللي انت عايزاه. ما في هنا واحد جوه حتى تقدر اقول يجيب لي رز؟ اه، يحط لك رز ويحط لك كل اللي انت عايزاه وما تخافيش من حد. يلا يا حبيبتي. اسمعي يا دادا. افندم استاذ. وانت مروحه هتاخدي البنت دي تعيش معاكي. هتهتم بيها وكل مصاريفها انا هديها لك واكتر. اللي تشوفيه استاهل. ومن وقت للتاني ابقى هاتيها لي عشان اشوفها. حاضر استاهل. يا بنتي تعالي هنا. ايه في ايه؟ الست دي عايزه تاخدني معاها وانا مش عايزه اجي معاها. ليه يا وفاء؟ شوفي بقى لما اقول لك، يا اما توديني عند امي يا اما اقعد معاكي انتي. انا هنا تحت رجليكي في الحته السخنانه دي عشان انا بحبك. اه مش بتكشري زي الست دي. انا بكشر يا بنت. والنبي تخليني معاكي، بس كان على الاكل انا مش هاكل في الاربع رزات بس. يا حبيبتي اربع رزات بس؟ طب خليهم اتنين. خلاص يا دادا روحي انتي، بس هاتي لي شوكولاته من هناك. حاضر. كمان شوكولاته في صوت القلب. حبيبتي الحمد لله سيادتك النهارده صبحه احسن. اصلي نمت امبارح كويس وصبحه جعانه بشكل. الله، انت محضر السفره عشان نفر واحد؟ بس احنا نفرين. مين مع سيادتك يا فندم؟ وفاء. وفاء. لطيفة بشكل ما تتصورش قد ايه سلتني. ما دام بتسلي سيادتك يبقى نحضر السفرة نفرين. يا ست هاني. ايوه. في واحد بره عايز حضرتك، اسمه سالم. ايه؟ الله، وايه اللي جابه بدري كده؟ طيب انا جايه له حالا. اتفضلي يا ست هاني. يلا. اوبا. ايوه. صباح الخير يا استاذ سعر. صباح الخير يا استاذ هاني. جيت بدري شويه معلش. خير ان شاء الله، اتفضل. عمليه جديده انما خطيره. عمليه ايه؟ عمليه من عملياتنا. احنا بنشتغل في ايه يا عمي؟ انا تسببت في دخول واحده السجن مؤبد. ارجوك مش عايزه اسمع عنكم اي حاجه او اي عمليه انت بتعملوها. والله اذا كان ضميرك صحي قوي كده خطوتين وتعترف يا ماما وهم يصلحوا الوضع. استاذ سعد المقابله انتهت وارجوك مش عايزه اشوفك هنا تاني ولا اسمع صوت اي حد فيكم. اظن كلامي مفهوم وواضح. مع السلامه. مقابله مش لطيفه لكن باي باي. مالك استاهل؟ مال القمر الكمين تعبان ليه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. هو الراجل ده كل ما يجي يعكن على سيادتك. لا لا سامعكني انا عن 50 سنه يا حبيبتي. اسمع يا معارف، لما الراجل ده يجي هنا تاني ما تتخلصش عشان مش عايزين نعكن عليها تاني. ده احنا ما صدقنا سيادتك كنت صبحه كويس. هتبقى كويس، روح انت اعمل اللي في ايدك. يا بنت اسكتي. سيبها يا عارف وروح انت. حاضر استاذ. اقول لك نكتة تروقك؟ قول يا حبيبتي. ما واحد اتساق في قرشين اتعفص. حبيبتي. تعمل ايه يا وفاء؟ وهديك عشان ما تغلطيش. حبيبتي حبيبتي. طب تعالي تعالي. يا وفاء.
حبيبتي شوفي بقى انا جبت لك ايه. شفتي بقى مبسوطه؟ مبسوطه. ربنا يخليك يا ماما يا حلوه. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكي انتي. يلا خدي العروسه بقى العادي بيها. ايه عارف وديني الفلوس لاخوات وفاء زي ما قلت لك؟ والله يا فندم لما رحت من البيت لقيت البيت مقفول وسالت الجيران قالوا ان كل واحد منهم راح في سكه وما عرفوش عنهم حاجه. انا غريبه. على العموم انا عملت اللي عليا ودلوقتي حضر لي العربيه عشان نفسي افرح. نفسي افرح. هتفرحيني معاك يا استاذ؟ وفاء اجبرتني انها تكون بنتي ومن النهارده هتكون بنت رسمي. ايه هتتبنيها يا استاذ؟ لا 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 اكتر من كده هديها اسمي واسم جوزي. نعم وسيادتك اللي توافق يا فندم؟ يا عارف انا باخد وبدي معاك في الكلام لان عندي ثقه فيك ومعاشراك اكتر من 20 سنه. حكايه وفاء دي مش عايزه اي حد يعرفها والخدامين انا هغيرهم في بحر 3-4 اشهر. ايوه استهانم بس البنت دي بالذات بنت الست اللي دخلها السجن. بلاش دي بالذات. اسمع يا عارف في حد بيختار اللي بيخلفه؟ في ست بتختار المولوده اللي هي عايزه تولدها؟ طبعا لا. بس انا عندي احساس كامل ان انا خلفت البنت دي ويمكن ربنا بعت ليها عشان اخلصها من الحرمان اللي كانت عايشه فيه. يلا يا عارف العربيه. تجنن يا حضرة الظابط بطل. تعرف يا ماما انا ماشيه في الطابور عينيا ما كانتش شايفه حد ابدا قاعد في المقصوره غيرك. بيني وبينك انا كنت قاعده اقرا القران وجايبه اصلك امرك انا مرات الظابط. الكلام ده ما ينفعش مع الظابط والرد. لا في ظابط يتقال له امر من هنا ورايح انا حضرة الملازم اول وفاء نبيل المشتناوي. الله يرحمك يا بابا كان يتمنى يشوفك في الله يرحمك. يلا يا حبيبتي غيري هدومك عشان يبقى. طب احنا مش هنحتفل بقى بالمناسبه دي ولا ايه؟ طبعا هنحتفل. خلاص طب ايه رايك بقى نعمل حفله كبيره ونعزم فيها كل اصحابي ودفعتي اللي اتخرجوا معايا. اعزمي فيها كل اللي انت عايزاه. ربنا وانا هخليها لك حفله رايقه. ربنا يخليكي. ماما اقدم لك الملازم اول خيريه دي بقى كانت قاعده جنبي طول السنه واحنا في كليه الضباط التخصصي. يعني كنت قاعدين على تخته واحده؟ ايه تخته واحده. احنا عيال صغيرين ولا ايه؟ وانتوا فاكرين كبرتوا خلاص؟ هنكبر على حضرتك يا طنط. عايزينك ترقص لنا يا وفاء. ايه؟ هرقص؟ في ظابط يرقص؟ طب ايه يعني؟ هو ظابط مش انسان ومن حقه يفرح. ايوه بس دلوقتي الظروف اتغيرت. ايه الظروف دي؟ يلا يلا.
استهانة. ايه دي؟ بيقولوا مدام الدكتور الكبير ده جه ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. بنتي بنتي اللي ماليش غيرها في الدنيا. جيب الحوائج سليمة يا رب. يا رب. حضرتك كاسر هاني والدة المريضة؟ ايوه خير يا دكتور. للأسف الشديد بنتك عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل الكلية. نقل كلية؟ نجيب كلية نجيب اتنين نجيب ثلاثة. مسألة مش بالبساطة دي يا هاني. الكلية اللي محتاجاها بنتك كلية بني آدم، ودي ما بتكتبش في روشتة وتيجي من أسخانة، دي بتتاخد من جسم بني آدم سليم. طب الحل إيه؟ هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ونشوف نوع الكلية. لا لا يا هاني، لازم تتملي أعصابك، المشوار لسه طويل. لازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة، لأن ده قطعا هينعكس عليها. المهم المهم دلوقتي في الكلية. بالظبط كده، نشوف دلوقتي هنجيب الكلية منين. خدوها مني مني أنا طبعا. أيوة لكن لكن إيه؟ كبيرة في السن. مش بس كده، دي عملية كبيرة ومجهدة جدا. صحيح الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة، لكن مع كبر السن أعتقد العملية دي صعبة عليك. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت بتتكلم على بنتي اعز حاجه عندي، انا من غيرها ماليش وجود، حياتي كلها ملهاش قيمه. ارجوك ارجوك يا دكتور ابتدى من التحاليل. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه اخبار المريضه بتاعتي؟ ما بتبطلش عياطي يا دكتور. لا 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 وفاء، عايزك تبقى اقوى من كده. ها بقول لك ايه، أنا المرضى بتوعي خصوصا اللي بيقضوا معايا مدة طويلة أنا برفع التكليف بيني وبينهم. ها؟ بهدوء كده. إيه اللي مضايقك؟ غسيل الكلى يا دكتور. 14 ساعة في الأسبوع مرتين. وإيه تاني؟ ده كله شوية. في عز شبابها يا دكتور، وأنت تعذب العذاب ده كله. شوف يا وفاء. انت قطعا في وضع احسن من اللي يبقى ماشي في الشارع وتنزل على نافوخ وطوبه تجيب اجله في دقيقه واحده. انت بقى احسن ولا بتاع بطوبه؟ ها ها ها. اخيرا ابتسمتي. امشي انا صباح الخير. مع السلامه. جميع التحاليل والفحوص اثبتت التطابق كامل، يعني اقدر اقول لك لما ناخد كده من حضرتك من اله الجسم وفاء الجسم هيتقبلها ان شاء الله مش هنفذها. خبر عظيم يا دكتور. اللي مش مريحني انا بقى شخصيا كوثر هانم، صحه حضرتك العامه من خلال الفحوص والتحاليل برضه قد لا تحتمل عمليه زي دي. صحتي؟ صحتي تساوي ايه قدام صحه بنتي؟ انت عاجبك منظرها ده؟ البنت اللي زي القمر اللي كلها نشاط وحيويه وفي احلى سنين عمرها يجرى لها كده؟ ان شاء الله لو دورنا هنلاقي حل تاني. تاني هستنى شهر ولا اتنين، هستنى لسه تعمل تحاليل تنجح او ما تنجحش. عايزني اشحت كليه لبنتي، يجي واحد يوافق وتاني يوم يقول لي لا. ارجوك يا دكتور ارجوك، الكليه هتتاخد مني انا. يا كوثر هانم واجبي ان انا احذرك، اولا سنك وبعدين حالتك الصحيه لا تسمح. دكتور يحيى انا حياتي كلها ما تسواش يوم واحد تعيش بنت سعيده، يوم واحد تعيش طبيعية زي أي بنت في سنها. دكتور يحيى خد الكلية، خد الاتنين، خد دمي، خد قلبي، خد كل نبضة فيا، بس بنتي تعيش. أرجوك يا دكتور، وبعد كده مش هطلب حاجة أبدا، هدع من ربنا إن أعيش 10 دقايق بعد العملية عشان أطمن إنها نجحت وبنتي عاشت، وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب. كوثر هانم انا بقالي 20 سنة جراح، شفت مواقف انسانية ملهاش اول ولا اخر، لكن صدقيني انا عمري ما اتحطيت في موقف مؤثر بالشكل ده. ربنا معانا ان شاء الله. بس ليا رجاء عندك يا دكتور، مش عايزة وفاء تعرف انها هتاخد الكلية بتاعتي لانها مش هتوافق. ازيك يا وفاء؟ فين اللي هيديني الكلية بتاعته؟ حالا هيدخل دلوقتي. كان نفسي اشوفه عشان اشكره، اي مبلغ هياخده قليل قصاد التضحية اللي هيقدمها دي. فاهم؟
عارفة اسمه بالكامل؟ وفاء. وفاء ايه؟ نبيل. عارفة اسم ماما؟ كاوس. وفاء. وفاء. العملية هتاخد قد ايه يا دكتور؟ حوالي 4-5 ساعات. نفسي اغمض عيني وافتحها. الا يوفى كويس ان شاء الله. انت ازاي دلوقتي؟ دكتور. نعم. انا فتحت عينيا لقيت ماما نايمه على السرير، وبعدين بيدوها زي ما باخد بالظبط، زي المحلول اللي باخده ده. ها؟ مامتك يا ستي هي اللي ادت لك الكلمه. ليه كده يا دكتور؟ اولا لانكم انتوا الاثنين هتمروا بمراحل علاجيه زي بعض تمام. ثانيا مصيرها كده ولا كده هتعرف. اعتقد بمسائل ما تستخباش. ولا ايه وفاء؟ عملتي كده يا ماما؟ هي الكلية بتغلى عليك يا حبيبتي. حبيبتي يا ماما، ربنا يقومك بالسلامة. ما تتحركيش يا حبيبتي. انت اللي ما تتحركيش. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ما تحرمنيش منك حبيبتي. صباح الخير. اهلا. صباح النور. الحمد لله ده انت بقيت اهل اهل اهو. البركه فيك يا دكتور. يا ستي انا ما عملتش اي حاجه. ليه التواضع ده؟ على فكره انا ما كنتش عارفه ان اللي عمل العمليه من احسن الدكاتره اللي في مصر. يا ستي انت مش جراح شاطر وبس. لا ده انت كمان بتعرف ازاي تحط المرضى بتوعك في ظروف نفسيه تخليهم ايه؟ تخليهم ايه يا وفاء؟ تخليهم يبقوا دايما مستنيينك تيجي تشوفهم. كل العيانين؟ اه طبعا كل العيانين. انت ما سالتش على ماما ليه؟ شفتها تحت في الجنينه يا ستي. قولي لي. انت ما زلتيش تمشي معاها ليه؟ عشان انا قاعده مستنيه الدكتور بتاعي لما يجي يشوفني الاول. دكتور. نعم. لو سمحت احنا جاهزين. انا جاي حالا. على فكره احنا هنخرج بكره. أنا عارف. السلامة إن شاء الله. الله يسلمك. ألحق العيان بتاعي. أوكي. بس زمانه قلق. ها؟ أوكي. إيه؟ أنت مستنية حاجة؟ لا أبداً يا ماما مفيش حاجة. خلاص الشنط نزلت؟ آه الشنط نزلت. أنت عايزة تقعدي ولا إيه؟ لا أبداً يا ماما يلا. يلا. كويس اني لحقتكم. صباح الخير يا كوثر هاني. اهلا وسهلا. صباح الخير يا وفاء. صباح النور يا دكتور. كوثر هاني عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا وفاء. كوثر هاني انا طالب القرب منك. يعني الحقيقه انا اتفاجئت. ارجو انها تكون مفاجاه ساره. اكيد احنا ما نقدرش ننسى افضل. افضل يا كوثر هاني انا ما عملتش اي حاجه. على العموم ما دام متفقين خلاص. مين ومين اللي متفقين؟ ايه حضرتك ووفاء. انا ما اتفقتش مع وفاء. دي اول مره تسمع مني الكلام ده. يعني انت بتطلبها من غير ما تتكلم معاه؟ انا رايي يا كوثر هانم ان انا ادخل البيت من بابه. حضرتك تساليها يا توافق يا ترفض. خلاص ادي الجمال وادي الجمال. ايه رايك يا وفاء؟ كوثر هانم انا افضل السؤال يكون بينك وبينها.
عندك حق، على العموم احنا مش هنلاقي احسن منك. لا اعتبر ده تأثير على وفاء ولا ايه؟ ماما العربية مش مستنيها تحت. مش يلا بقى. اتفضلي يلا. اتفضلي. اشرب دمي يا باشا مرة، اتصل لك عسكري اشرب دمي. ايه في ايه؟ البين مأمور قال لي ودي الواد المشبوه ده عند حضرة الضابط وفاء. طيب سيب. وفاء اسمك ايه؟ عتريس. عتريس؟ ايوه عتريس. امال حسام الحرام ايه؟ عبد الحليم حافظ. اتكلم عادل، انت فاهم؟ يا حامش انت، دلوقتي اتاكدت ان بظابط بحياته وحي. انت هتتكلم عادل ولا عمر قاعد بيستغرب؟ مش قوي كده يا حضرة الظابط. اللي على فكره اقول لك حضرة الظابط ولا ظابط هاني؟ اخرس خالص. عليا النعمه اخرس دي بتاعت لواء. يا واد بلاش لماضه، ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال وبس لو معورك. بالراحه يا مدام على نفسك، لا تكوني حامل. والنرفزه والعصبيه خطر على الجنين. ربنا يقومك بالسلامه انت واللي زيك يا اختي. احترم نفسك يا عتريس وكان كويس. ما تحبش تضرب بالايد. سماح. جايبينك هنا ليه؟ كل ما تحصل سرقه دايره الكراكون يسحبوني. مع ان اللي اتسرق امبارح تحف ومجوهرات انا ما بشتغلش فيها. انا شغلتي لا مؤاخذه فيديو، تلفزيون، استيريو، هاي فاي. انما التحف والمجوهرات دي مش شغلتي. وباعها برخيص، بتخم فيها لا مؤاخذه. طيب انت بتسرق ليه؟ هواية. مش بيقولوا عندكم ان العروسة تهوى التطريز وثقافتها الفرنسية؟ انا اهوى السرقة وثقافة الامية. انت هترجع تتكلم عوج تاني؟ امال اقولك ايه؟ انا بسرق عشان اهلي مربونيش، بسرق عشان الماما. شوية الريح اللي حضرتك حطاهم دولت يوكلوا عليها اسبوع بحاله. انت مالكش دعوية وخليك في نفسك. اشمعنى انتوا بتاخدوا بالكم من نفسكم؟ خدوا بالكم مننا احنا كمان، احنا بني ادمين لحم ودم من جوع وبنعي. المجتمع مفتوح للعمل الشريف، ما تبصش لغيرك، اشتغل وانت ممكن تبقى احسن مني. انا ما عنديش فرصه بقى، مش حرامي. مش عارفه مصدقك ليه. عشان بتكلم من قلبي، وعشان نص الحراميه مش عايزين يبقوا حراميه. انت سرقت امبارح؟ ما سرقتش لسبب بسيط. اتفضلي. ايه ده؟ جواب من مستشفى النيل. لسه خارج الصبح الساعة 12 وانا داخل الحرس تلقفوني. قعدت في المستشفى 4 ايام مكتوب عندك في الجواب. كنت عيان؟ امال كنت بتفسح؟ قالوا لي عندك لحمية في مناخيرك، عملتها حجة ودخلت المستشفى. منها اعمل عملية اللحمية ومنها اكل اكل العيانين. انت عملت اللحمية دي؟ السلام يا تمام يا فندم. تمام يا فندم. مش عيب تعمل تحية لواحدة ست؟ اسكت يا عتريس، ما توديناش في دهب. افعالكم دي جايبانا ورا، اوعى ناس ايدك. انا بتهيألي يا فندم ان سرقة امبارح بالذات هو ملوش دخل بيها. ايوه بس ما يغركيش انه ما سرقش امبارح. ده ولد شقي ومتعب ومقرف. المهم هتعملي ايه وياه؟ والله يا فندم انا بتهيألي انه ممكن اصلاحه. تبقي عملت فيه وفينا خدمة كبيرة قوي. ده قارف المباحث. يا دوبك يخرج من قضية شهر ولا شهرين ونرجع نقبض عليه في قضية تانية. انا حبذل كل جهدي يا فندم عشان احول مجرم زي ده لمواطن صالح. يا ريت تنجحي في ده. طيب يا فندم انا همشيه دلوقتي وان شاء الله ربنا يسهل وما ارجعش متهم هنا تاني. ما تتعشميش قوي كده، مش بالسهوله دي. ربنا يسهل يا فندم، عن اذنك. مع السلامه. روح يا كريس، سيبوا عسكر. مش فاهم ايه؟ مش عايز تروح؟ اما مفيش حجز 5 ايام ولا ضرب على البتاع؟ لا مفيش. مع السلامة. كمان مع السلامة؟ انا مش مصدق نفسي. نازل ايدك. ودي يا باشا يا باشا انا بسألك بكل مباشا اكلك. يا ودي يا باشا باشا يا باشا انا بسألك الطاية دي حلوة قوي، جايبينها منين؟ من الفنورو، من عند سيد السمدوني. اخبر وانا احكم طلبه، مقدرش ابدا ازعلك، اما العزول والحسدون، اما العزول. حضرية بقى تسيبك من حكاية الشغل دي، مش كده؟ ليه؟
انت مش اغلب الوقت بتشتغل؟ حاطه البيت اعمل ايه؟ تعالى ندردش يا ودي يا باشا يا باشا. انا على عم قريب قوي قوي هيبقى في اللي زغلك. وادي يا حرامي، وادي يا اخويا. ايه؟ وادي ايه؟ بأسك بتاكل ببنت؟ بنت بنت ده ايه؟ اهو اهو احطه في عينك. اوعى. جبت ولادها منين؟ ما كنتش هنا، هجيبه منين؟ هجيبه من الرجل يعني؟ ما انت راجل بالله رحت ولادها قبل كده. اجري يا زكي حرام الغسيل. اخوانا بتخوني يا زكي؟ تعالى حامل. تمنى سخن على الافند وعايز منك 10 جنيه. انت هتيجي يا اخويا. هعرف عشان بتخوني يا زكي حرام الغسيل. طب خلاص مش هخونك تاني، مش هخونك. اتفضل. مش انا واخده واكل قدامك بالولد. 10 واحدة. اتفضل اخويا عيلة اهو. يبقى الاربع تولاد خلص. خلصوا طبعا. وقت. لا استنى بقى. الخوم هنا. الخوم هنا. وسع غيرها انت اهو. اتفضل يا فندم. اهلا 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 حد الظابط هاني. احترم نفسك يا واد. تعزين قوي الحكومه يا زكي. 24 ساعه ما لحقتش تمر وجت حظ الظابط الجرجرني نفسها. اتفضل يا فندم جايب لك بوري. ما باكلش سمك. البوري يا فندم مش السمك ده، البوري ده كرسي المعسل. لذيذ قوي. اخر اموري. امشي قدامي يا واد. على فين يا فندم؟ امشي قدامي. هتكون على فين؟ على السيمه. لما الفيلم اللي فات ده وحش قوي بايخ ما بيضحكش. امشي قدامي. بور عسكري. نزلك يا زكي. زكي حرام الغسيل. سلام عليكم يا زكي. عم خلي بالك معايا يا ولد. ما تسرقش يا زكي. معايا ولد. تقولي ما تسرقش. انا عايز افهم انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده ما سرقتش. الله، انتوا عايزين تلبسوني ده؟ مفيش حريه في البلد. على ان اروح للمعارضه اتصلبط عليهم. لا افتكر انا ممكن اتهاوش. بلاش الحركات دي معايا. اهدى كده اقعد عشان نعرف نتكلم. اقعد. اقعد فين؟ على الكرسي ده؟ ايوه. قدام حضرتك؟ ايوه. خلاص اقعد. تشرب ايه؟ بيبس. بيبس؟ شاي. خليني نجيب شاي لعكريس. حضرتك. شوفي، قاعدين على كرسي، جيبي لي شاي. مش هقر على حد يعني؟ مش هقر على حد. وانا مش عايزاك تقر على حد. مش ده اللي انا عايزاه منك. هات من الاخر. عايزه مني ايه؟ عايزك ما تبقاش حرامي يا عتريس. انا رئيس مؤسسه الدواجن. مش شايف انا. للاخ عتريس. ازيك يا جوافه؟ حلو الاخ عتريس. شوف يا عتريس، كل واحد فينا جواه الخير والشر، الحلو والوحش. احنا بقى عايزين نسك على الوحش. يعني بالبلدي كده عايزين نبقى نضاف وحلوين قوي. ايه رايك يا عتريس؟ طب وايه لازمتها قلبه الدماغ دي؟ عشان انا عايزاك تبقى كويس. طب انا عايز صوره. ادي علبه سجاير اهي. ولوان السجاير دي مضره على صحتك يا عتريس. حضرتك بتعامليني كأني مليان. أنا متأكدة إنك بني آدم، وبني آدم كويس أوي. أنا عايزاك تعتبرني زي أختك يا عتريس. لو لا أنا في عرضك. الكلام ده كبير عليا أوي. أنا مش هم. وفيها إيه لما أبقى زي أختك؟ فيها حاجات كتير. أنا متعود منكم على الضرب، على السجن. إنما عايز تفهميني إن ضابط بوليس يقول لواحد حرامي أنا زي أختك؟ لا، ده كتير أوي، كتير. أنا مرضاه لكيش الحكاية دي. مالك يا عتريس؟ انا عايز امشي.
ما كانش في امر بنقض عليك؟ لا ما فيش امر بنقض عليك ولا حاجه، وتقدر تمشي وقت ما انت عايز. انا حاسس ان انا كان ممكن ابقى كويس، بس خايف يكون القطر فاتني. لا لسه القطر ما فاتكش، هتيجي بكره يا عتريس هفضي لك نفسي. ربنا يخليك يا فندم. هتيجي لوحدك؟ حاجه يا فندم. مالك يا وفاء؟ سرحانه في ايه؟ في موضوع شغلك؟ واد حرامي. عايزين نخليه مواطن صالح. لا برافو، ينفع شعار كويس. يعني ايه؟ يعني يا وفاء الواقع العملي بيقول ان الحرامي هيفضل طول عمره حرامي، والخاين هيفضل طول عمره خاين. ايوه بس واجب المجتمع انه يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين. شوف يا وفاء، انا رايي كجراح ان العضو الفاسد في الجسم يجب بتره فورا، والعلاج السليم في الحاله دي هو بتر هذا المنحرف. تعالي. طب وافرض بقى ان ظروف الحرامي ده اجبرته على كده. ظروفه دي شماعه بيعلي عليها اخطائه يا وفاء. انا مش ممكن اتصور ابدا ان في انسان معدوم الضمير والانسانيه يهجم على ناس بالليل وهم نايمين عشان يسرقهم. مش يمكن مش لاقي ياكل. غير صحيح، مفيش حد ما بلاقيش ياكل يا وفاء. يا اخي ده ربنا رحيم. يا وفاء انت عايز تقنعيني ان واحده زيك متربيه وعلى خلق وعلى قيم زيها مثلا زي واحده امها حراميه او تاجره مخدرات؟ طب وذنبه ايه اللي طلع لها امه حراميه او تاجره مخدرات؟ ما هو لو المجتمع بقى بتر الاشكال دي وعاملهم بمنتهى القسوه هيجي الوقت اللي هيقل فيه اللي امهاتهم حراميه وابهاتهم تجار مخدرات. مش يمكن تكون غلطان يا يحيى؟ لا انا على صح لغايه غيري ما يثبت لي ان انا على خطا. يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ على ان الحرامي ممكن يتصلح وما يبقاش حرامي. يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي انت بتحلمي. هثبت لك بقى اني ما بحلمش. ما هو على ما تثبتي لي بقى. تعال ما قلت اجي فين؟ حلوه دي كمان. حلوه. مساء الخير كوثر هانم. مش معقول. ازاي صحت حضرتك؟ انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا سقر. اهلا يا استاذ سقر. خدي حاجتك روحي انت ادفعي دول. اوكي. بنت حضرتك؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. انت اتجوزتي ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا كنت متجوزها. لا بس معلوماتنا انك ما خلفتيش قبل ما جوزك يتوفى. المهم ازيك انت؟ والله هي اهي ماشيه. غلطت غلطه كده ودخلت السجن. وطي صوتك. بس صراحة أهني حضرتك على بنت حضرتك. مش بنت حضرتك برضو؟ أيوة بنتي. ما أنا قلت لك ما شاء الله. وأخبار الأرانب إيه يا ماما؟ الحمد لله مستورة. خلاص يا ماما دفعت. مش عارفين بنت حضرتك؟ بنتي وفاء الأستاذ سقر صديق قديم. أهلا وسهلا. على كده حضرتك بقى كنت صاحب المرحوم بابا؟ لا والله في الحقيقة طبعا أنا... كان صديقي جدا. نستأذن بقى. أنا كنت عايز أفوت على حضرتك عشان نتكلم كلمتين بس. أصل أنت حضرتك تتفضل تشرف في أي وقت. ميرسي أوي. يلا. إيه حكاية بنتها دي؟ جت إمتى وإزاي؟ ما تركبش. بقول لك يا عتريس. عايز أزكي. الواد شرابي الهجام بتاع السجاير. مال عايزك شغلانه سوق كده. ده عايز ايه؟ شغلانه سوق. الله بس مش في منطقتنا. وايه اللي هيحضرنا بره منطقتنا؟ الله هي كانت كده بقى. كده ازاي يعني؟ مالك يا زكي؟ يا انت بتبحلق زي اختك ليه؟ بص مالك يا زكي؟ بص بص وراك. بص وراك ليه؟ يا جدع بص وراك. اوعى تكون حدين على قفايا. ايديا ايه؟ بص وراك. اهلا حظبط. ده كلام رجاله. انت مش قلت انك هتيجي؟ انا حرامي. هو في حرامي له كلمه؟ الظاهر ان سياسه الذوق مش هتنفع معاك. هاتوا عسكري. حضرتك فندم. يلا بعد اذنك يا زكي يبقى سلم لي بقى على شرابي. شرابي مين؟ مش كان شراب اكبر؟ ازيك يا حنف؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا محمود؟ في الزوم في الزوم. ما انا امبارح قعدت. امبارح حاجه والنهارده حاجه. كنت فاهمه انك بني ادم كويس. هتعملي ايه؟ هتلبسيني قضيه عليا النعمه افتح نفسي في عشقه اروح فيكم في داهيه اروح للمعارضه اتفلط عليها.
خلاص خلصت شويه بتوعك؟ اه خلصت. انا بقى هحكي في المحضر ده ان انا فشلت في اصلاح الحرامي عكريس، وخليك بقى مقايض خطر. حضرتك واخده المسائل جد قوي ومعايا مهزات. عشان انا كنت فاهمه انك ممكن تبقى بني ادم كويس. ما انا لما بشوف حضرتك ببقى كويس، امشي الاقي نفسي اتقلبت. الظاهر انا شخصيتي مش حاجه. انت بالنسبه لي تحدي، وانا رايي اللي متمسكه بيه ان انت واللي زيك ممكن جدا تبقوا كويسين. فهمت؟ ما فهمتش، بس على نعم انا ما عايز اكسفك، واللي تقول لي عليه هعمله. اقعد يا كريس. عايز بيبس. ما انا لسه هسالك تشرب ايه؟ بيبس. بيبس ولا شاي؟ شاي. ايه الحكايه؟ صاحبك اتاخر يعني، طول قوي مع الولايه. حكومة بقى نورة، ربنا يلعب كلامنا خفيف عليها. والحكومة دي عايزة منه ايه؟ علم علمك يا نورة. الكوارع هتبرد. بيسخنيها وبتشربي بقى رزق. يا فرحتي يا اخويا، ادي اللي بيجي لنا من الحكومة، نفضل نسخن نسخن. احنا يا جدع عايزين نرشد استهلاك البوتاجاز. دي كانت الكهرباء يا منورة. كلت؟ الحمد لله. أكل جميل، أول مرة أكل في مكتب ظابط. ربنا يجعل مكاتب الحكومة عمار يا رب. فراخ بلدي مش كده؟ دلوقتي أنت قلت لي بتسرق إزاي، لكن لسه ما حكيتليش إيه اللي خلاك تسرق. شوف يا ست الظابط بيه، أنا كنت عايش مع أب وأم والأمور كانت ماشية. صحيح كنا فقراء إنما كانت ماشية، وأبويا كان دايما يشتكي من قلة اللي في إيده. عيال كتير بقى. كنتوا كام عيل؟ انت فاجئتيني بالسؤال. كنا كام عيل؟ والله ما انا فاكر. كنا زينب واب، كنا حوالي 11 عيل 12 عيل، بس انا كنت اكبرهم عشان كنت اطولهم. المهم بقى من غير كلام ولا حديد، هوب ما لقيناش اخويا فلسطين. مات؟ فص ملح وداب. راح فين؟ الله اعلم. المهم في امي. الست دي عمري ما شفتها نايمه، وانا عمري شفتها بتاكل. كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمه العيش بالعافيه، ولما تجيبها ما تدوقهاش عشان توفرها لنا. غريبة، أول مرة أسمع تعبير زي ده. ده غلبان. أنا بقول كل اللي حاسس بيه، بجيبها كده تطلع كده. بس برضه ما قلتليش يا عتريس، إيه اللي خلاك تسرق؟ اصبري، التوق اللي ورا هما ما لقيناش أمي. اختفت هي كمان؟ يا ريت. أمال؟ راح السجن. ليه؟ اصلها كانت بتشتغل في المخدرات. انت مش لسه بتقول انكم ما كنتوش لاقيين تاكلوا؟ ما هو ده اللي مجنني. تشتغل في المخدرات ازاي واحنا على الحال ده؟ طبعا عمرها ما اشتغلت في المخدرات، لكن الناس ما عندهاش ضمير يلبسوها التهمه. مين الناس دول؟ وليه هم بالذات؟ الله اعلم. انا مش قادره اتصور ان في ناس ما عندهاش ضمير بالشكل ده. ازاي حد ممكن يقدر ينام وهو ظالم بريء؟ المهم انت عملت ايه؟ انا كنت اياميها بشتغل صبي ميكانيكي، وفي رقبتي 11 وال 12 عيل. ماشي؟ ماشي. ما يسيبونيش في حالي، الاقي الاسطى ما يديهاليش الا تعالى يا ابني بتاعت الحشيش. روح يا ابني بتاعت الحشيش. الله، ده مامي غلبانه وانا باخد ملاليم. ما تسيبني في حالي يا اسطى. بس ايه؟ مره جاي متعكنن سخنت ضربته بالشكمان في نافوخه. بس قضيت احداث بسيطه، خرجت لقيتها في الجيشه. قبل كده كان في بنت تاهت، بعد شويه واد راح، خرجت ما لقيتش حد. اخيرا اعتدت في اخ وحيد يمكن هو اللي نفع، دبلوم تجاره. طب والباقيين؟ اتفضل يا فندم. اهلا 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 اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ابدا، لقيتك اتاخرت زياده عن اللزوم، والتليفون بتاعك ده مشغول على طول على طول. الساعه 5 معلش، هو الوقت سرقنا بقى معاك. انا ما بسرقش حاجه، انا اسرق تلفزيون فيديو ستيريو هاي فاي، انما وقت انا ما سرقتوش يا فندم. الدكتور يحيى جوزي. اهلا سعاده باشا. اهلا، ايدك يا باشا وخدها. اهلا ده بقى يحيى اللي كنت كلمتك عنه، ده بقى اللي عتريس عبد الحفيظ الحرامي. مش عبد الحفيظ الحرامي، انا اللي حرامي. بس انا بقول لحضرتك اسمي بالكامل. ابويا ما عملش حاجه، انما ملزوم في اسمه الحرامي. انت رغاية زياده عن اللزوم. فعلا انا غازي. هات الكرسي يا يحيى. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. هي ابويا ما تطلعش في الهدوم، ما طلعش في هدومي، انما يمكن تطلع في هدوم سعادتك. كرسي جديد من الاخر محمود. لسه قدام الشغل يا وفاء؟ لا خلاص انا خلصت يا يحيى. بنكمل بكره ان شاء الله يا عتريس. الساعه 10 جلاقيك هنا. قبل ما عاد فندم. السلام عليكم سعادة الباشا. روحت. أهلا يا فندم. رايح فين يا؟ سيبه يا محمود.
قلت لك سيبها يا محمود، حد الظابط مش هتاخد بالها، انت اللي هتاخد بالك يا محمود، انتوا اللي جايبيننا ورا محمود. ازيك يا اخويا استعوقك؟ راح لك على القلب؟ احسن عشان يخللنا الجو وخد لي تصوير. مش كده يا عدريس؟ الله ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش يا اختي، امال بتاكليني كوارع ليه؟ مش عشان ابقى كويس. يا حبيبتي انا قلبي عليك، انت قاعده مع واد مجرم حرامي سواب، بتضيعي وقتك وقت الحكومه في مسائل ما منهاش فايده. بس الواد ده هيجيب لي النتيجه يا حبيبتي. يا حبيبتي انا مش بكسر لك مقاديفي، بس كل الاساليب اللي من النوع ده ما افتكرش نجحت يا وفاء. بص بقى انا اللي بيعجبني فيك انك متمسك بوجهه نظرك، انا كمان يا سيدي متمسكه بوجهه نظرك كده اهو. اه نور من ناس حديد حبوب تؤخذ بالفم، نور من ناس حديد حبوب يوميه. لا تتردد في وصف نور من ناس للسيده التي تلائمها، فهي متوفرة الآن في جميع الصيدليات. نورمينست حديد من أسرة المستقبل. سيب مراتك تعمل فورمة كده، اللي ده تعمل خلفية يا محمود، بتاخد كام أنت يعني في الشهر؟ كويس أنا جيت في ميعادك يا عدريس. صباح الخير. لازم نبقى المواعيد يا فندم عند الحرامية مظبوطة جدا. ليه بقى؟ إحنا يا هجامين بنحدد ساعة الصفر بنعمل دراسة. في الوقت الفلاني هيكون أهل البيت مش في البيت. نايمين، وكنا عسكري الدوريه مش في الحته، وكل عربيه اللي هتشيل بضاعه وصلت، واي غلط في المواعيد يبوظ العمليه على طول. اصلا يا حراميه مفيش حد بيتولد حرامي، الناس كلها بتتولد كويسه، الظروف والناس هي اللي بتحول البني ادم لمجرم او لشريف. فهمت؟ ما فهمتش. على فكره انت نبيه، بيتهيألي لو لقيت لك شغلانه كويسه تاكل منها لقمه عيش مش هيبقى في عندك سبب تسرق. تحب تشتغل ايه؟ وزير الخزانه في الارجنتين. اشمعنى الارجنتين؟ عشان العب كوره مع مارادونا. يا عدريس اتكلم جد. يا حضره الظابط اي شغلانه تاكل عيش. ايه رايك في كشك سجاير؟ دي بيه في شوكولاته وحاجات ساقعه ومناديل ورق. وده هجيب له فلوس منين؟ انت مالكش دعوه بالفلوس، الحكومه هي اللي هتدفع لك الاول عشان تبتدي تشتغل. طب والكشك ده انت ان شاء الله؟ ده انا هبتدي من بكره ان شاء الله في التصاريح والابراءات، وفي خلال 15 يوم كل شيء يكون منتهي. ربنا يسمع منك ويخليك ويسترها معاك ويقدرني يا رب ارد لميلك انا والحراميه يا رب. انت والايه؟ انا والقهوه جنب. انا دي مش عايز اسمعها مره ثانيه ابدا. حاضر فاهم؟ خد. ايه دول يا فندم؟ دول 50 جنيه سلف مني، تبقى ترجعهم لي لما الحال يمشي معاك. خد. وبقى فوت عليا بعد يومين ثلاثه عشان تعرف الاخبار اول باول. يلا عدريس. ربنا يخليكي، ربنا يسترها معاكي. على فكرة أنا أول مرة في حياتي أدعي لحد، مش عارف ربنا هيقبل مني ولا لأ. إن شاء الله هيقبل منك، خصوصا لما تبقى صادق في التوبة. مش حضرتك سألتك؟ حضرتك بنت كوثر هاني؟ مظبوط. أهلا. هات النوتة يا سارة. نوتة إيه؟ سارة عنده سنة مراهقة في القسم بعد ما خرج من السجن. هو حضرتك ظابط هنا ولا ايه؟ اهلا اهلا، ظروف سعيده خالص. مش عايز نرفزه بقى يا نوره، وكملي هرش في ظهري. انت اللي كلامك غريب قوي يا عدريس. بدل ما تفرحي لي افرح لك؟ افرح لك انك هتسيب شغلك واكل عيشك؟ اكل عيش؟ ده اكل سحت، اكل حرام. ايه ده؟ انت جرالك ايه؟ ما كنت عام. كنت عالة ابقى حرامي؟ يا اختي زكي حرامي الغسيل. احنا هنردك يا عدريس. اعمل لك ايه بس يا نوره؟ المفروض تفرحي ان خطيبك واد مجدع هياكلك من عرق جبينه. وان شاء الله هتعملي شقه من عرق جبينك. هعمل لك بيت اخر هنا. موت يا حمار يا عتريس. بلاش تكسير المقاديف ده يا نوره. الله، في واحده في الدنيا تزعل ان خطيبها هيبطل سرقه؟ فكري في اليوم اللي ياخدوني فيه اتقفش، ياخدوني من الدار للنار. وبتفكر ليه في البلد نقوله؟ ما لازم افكر في اليوم ده يا نوره. لا، الكلام ده مش كلامك، ده كلام الست الظابط، هي اللي قلبت مخك. الواد زكي الحرامي هو اللي قلبت؟ هو في حاجه بتستخبى؟ مالك بتبرقلي كده ليه يا نوره؟ امال عايزني اسبق لك عينيا؟ يعني من شطارتك قوي. ما تبرقليش يا نوره، انا برق لعشره زيك اهو. معاك حق تبرق
برجلي. صباح الخير يا حضرة الضابط وفاء. ازاي حضرتك وازاي كوثر هانم؟ ممكن ما تجيبش اسم والدتي هنا خالص. ممكن، بس انا جبت سيرتها بحاجه بطاله لا سمح الله. ايه اللي دخلك مكتبي هنا؟ جيت اصبح. طيب ممكن ما تبقاش تيجي تصبح وما تبقاش تيجي هنا خالص. قوي قوي. حاضر يا حضرة الضابط. مع السلامه. حاضر. صباح الخير يا فندم. تعالى انت يا صاحبي. ربنا يخلي سعادتك يا فندم. بس سعادتك يا فندم. الراجل اللي خرج ده ما بشوفه بتعكنن، منظره بيعكنني. تحب روح اعكننك على اللي فوق؟ لا 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 لا، مش للدرجه دي. وبعدين انت مش خلاص تبت؟ ايوه بس البنت نوره اللي انا قايل عليها الظهر بتعتبرني خيخه وبتقول لي كلام كده ملوش معنى. عايزاك تفضل حرامي مش كده؟ معلش، لما المشروع بتاعك هيتعمل كل شيء هيتغير. طب وامتى المشروع هيتعمل ان شاء الله؟ هي الاجراءات اتاخرت شويه، انما معلش اتاخرت كتير قوي قوي يا حضرة الضابط. بس وبعدين انا عايزه ابقى عندك صبر، لازم تتعلم الصبر. ايوه بس انا دلوقتي لا حرامي ولا مش حرامي، انا بقيت مسخه في وسط الحراميه. طيب الفلوس بكره هتكون موجوده. بكره بكره؟ بكره. خلاص استنى حتى بكره. بس البنت بتبرقلي. عم عارف افندم. استنى انا هديك شيك ب 2000 جنيه عايزك تصرفهولي، بس انا مش عايزه حد يعرف بالموضوع ده. حاضر. خلاص حاضر. شكرا. اتفضل يا ساعتريس، ادي التصاريح اهي، واخترنا لك موقع هايل. جميله جدا التصريح، حلو منظرها حلو، بس الفلوس منظرها. يعني التصاريح دي ما تنفعش تعمل كشك؟ تعمل يا فندم بس بالمشمش. انا قلت لحضرتك المساله صعبه قوي. طب بس ادي الفلوس اهي. ده كامل؟ 2000 جنيه. عشت فلوس لايمين على الجنوب؟ لا، انت الفلوس دي مش هتاخدها. الفلوس دي هتفضل معايا انا، وكل واحد يخلص شغله يجي يقبض حقه مني انا. نجار، كهربائي، اصحاب البضاعه. ده انت ولا الملايكه. الاخوات ما يعملوش مع بعض كده. لا مؤاخذه يا فندم، كلمه الاخوات دي طلعت غصب عني. معلش، خلينا في المهم. روح انت دلوقتي بقى عشان تبتدي شغل. حاضر ست الكل. سلام عليكم. تعالى هنا. نعم. المبلغ اللي هتعمل بيه كشك ده هيبقى دين عليك، مفهوم؟ يعني الحكومة مش هتديني الفلوس دي جدعانة؟ جدعانة؟ دي بقى ما اسمهاش جدعانة، دي اسمها بلطجة. أنت بتاخد علشان تقف على رجليك. مفهوم؟ إيه رأيك يا بنت نور؟ رأيي في إيه؟ في الكشك عدمت النظر. مش لما يبقى كشك الأول؟ كلها 3-4 ايام ويبقى جدعها كشك. على فكره نوره، ايه؟ انا عايز احط لك تمثال بال مش تمثال لا صوره، صوره 25 في 55 بالحجم الطبيعي. ليه يا اخويا ما تحط صوره حضرة الضابط احسن؟ يا ريت يا بت، يا ريت ما ترضاش. لا انت كنت لو تحطها. وماله يا بت، مش صاحبه افضلنا زي ايدك. ده زريده ايه ده؟ ما تبرقليش يا نوره، ما تبرقليش. ولما تتكلم على حضرة الضابط ووفاء تتكلم باحترام. يا اختي زكي حرام الغسيل، اوعي ما تبرقليش. قوم يا حبيبي، ايدك بقى الرهان اللي بيني وبينك. قوم. رهان ايه؟ ايه؟ بكره بقى باذن الله هيتم افتتاح كشك عتريس عبد الحفيظ. وبعديها بكام يوم هجيب لك تقرير رسمي انه بقى مواطن صالح 100%. يا وفاء، احنا بنشتكي من التجاوزات اللي بيعملها بعض التجار وبنتهم بعضهم بالجشع والسرقه. تقومي حضرتك توافقي على تاجر هو حرامي رسمي؟ طب هنعمل له ايه يا يحيى؟ هنعلق له المشنقه؟ افرض يا اخي ان اخوك وانحرف، هتعمل معاه ايه؟ مش ممكن بيئه صالحه هتطلع منحرفين. ليه؟ مش بيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد؟ يا وفاء انت عايزاني ابني معتقداتي على امثله شعبيه؟ ومع ذلك يا ستي في المساله نسبيه. افرضي يعني طلع لي اخ منحرف، هيبقى انحرفه ازاي يعني؟ بيسهر شويه زياده؟ ما بيذاكرش دروسه يعني؟ طب وافرض بقى اني اثبت لك بالدليل القاطع ان عتريس بقى مواطن كويس جدا جدا. مش هتقدري يا وفاء. لا هقدر. صدقيني مش هتقدري. لا هقدر. لا مش هتقدري. هقدر. ما تقدرش. بوليس. خلاص. بوليس. خلاص. شايفه حضرتك اسم عتريس من اعلى على الكشك ازاي؟
عال عال يا عتريس، مبروك. واضح انك جايب بضاعه كويسه قوي. انا كنت هجيب مزيكه حسب الله، بس قلت انك مش هتدفعي لهم. الحقيقه حضرتك بتدققي قوي على كل قرش تصرفه المظبوط. خليك عملي، لما الامور تمشي معاك ابقى جيب اللي انت عايزه. مظبوط مظبوط يا فندم. على فكره نستعرفك على اخويا، ده الوحيد اللي لقيته من اخواتي، دبلوم تجاره وبيتكلم انجليزي. تعالى علي. ايوه عتريس. اهلا يا علي. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه احنا مش عارفين نرد لحضرتك الجميل ازاي، خصوصا وحضرتك عارفه ان العين بصيره واليد قصيره. لا ابدا ما فيش جميل ولا حاجه. ادي انجليزي. يس يس. البنت نوره خطيبتي. ازيك يا نوره؟ اهلا يا حضره الزاو. من غير تبريق. طب يا عتريس انا همشي دلوقتي، خلي بالك من شغلك. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. جاي يا نوره، انت نازله التبريق عمال على بطاله بنت. انت طبعا تعرف الوضع كويس. كويس عايز المعرفه يا حضره الزهر. عظيم. انا بقى عايزاك تحطه في دماغك وتراقبهولي كويس قوي قوي قوي، وتعرفلي كل تصرفاته وتقولي عليها قوي قوي. حاضر حضره الزهر. تمام. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. يا خساره الرجاله، يا خساره الهجامين الحلوين اللي كانوا في الطلعه من دول يكسبوا شقوا شويات، دلوقتي قاعد تستنى تبيع زوزة قزوزة برشين ساغ. جراها نورة، ليه اللغة دي معايا يا بيت؟ لأن الظابط خيبتك يا سيد الهجامين. الله، ما تبطلي زن على ودان أحسن لك يا بيت، وما تبرقليش. أنا عايزة مصلحتك. مصلحتي إن أكلها بعرق جبيني. عرق جبينك؟ ده كلام فوق عليا. أنت معقولة بقى تبلسة؟ أنت إيه؟ ما تبرقليش وقولك. اسمع بس. أنت دلوقتي في نظر الناس كويس وحلو، وفي نظر الظابطة بتاعتك كويس وحلو. تشتغل وأنت متداري. وده أنت متداري؟ قومي يا بنت من هنا. قومي. عملت الواد شرابي عملية حلوة زي الفل، وقبل المدرسين ما يرجعوا من بار مرة هي جت من مرة. قومي يا بنت من هنا وما تبرقليش، امشي من قدام السعادة. قولي بقى هيبقى منظرك ايه لما اخلع منك، فانت عارف كذا حرام قايلين عليا. كذا كذا انصل. قومي قومي، جاتك نصيبة. جاتك نصيبة انت. جاتك نصيبة انت فيك وفي اخوك سجع حرام الغسيل. يا غريب يا اخي. يا قاع المجتمع. يا ولاد الكلب. يا اختي. ايه الاخبار يا حامد؟ هيروح يسرق شقة النهاردة. انت متأكد؟ زي ما انا شايف حضرتك بالظبط. عنوان الشقة دي فين؟ اهو يا فندم. تعرف مين اصحابها؟ كانوا مسافرين وهو فاهم كده، لكن بعد ما اتقصت عرفت انهم رجعوا النهارده من ساعه. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، هيروح يسرقها النهارده بعد الساعه 2 بالليل. طيب متشكرين يا حامد. تحت امرك. مع السلامه. الله يسلمك. الظاهر ان المجرم يفضل طول عمره مجرم. سأل سعولي، فينك من زمان؟ أهلا أهلا. فينك من زمان يا أستاذ سعولي؟ أنا هو إن شاء الله. عملت إيه مع الولية؟ ولدني. أنا رأيي إنك تطلقها. إن شاء الله هطلقها. خير البر على الجلل. ادخل ادخل، هنشرب كاسين مع بعض. لا لا لا، منقوع الهوا. لا لا، بس أنا متوضي وداخل أصلي. طيب هشوفك غدا. مع السلامة. مع ألف سلامة. وفاء مش قدامي يا كلب. انا غلطان.
امشي قدامي. انا ما كنتش عايز اسرق. دلوقتي انت مش هتقدر تفتح بقك بكلمه واحده. انا ما كنتش عايز اسرق عيالهم اللي وسوني. يلا قدامي. انا كنت في كلامي. امشي. يلا قدامي. اضرب الايد دي اللي اتمدت علشان تساعدك. فرغ المسدس في الدماغ اللي فكرت علشان تعمل منك بني ادم كويس. اضرب اضرب. ساكت ليه؟ انا اسف. انا عملت كده ليه؟ اقتليني ارجوك تقتليني. انت ظبطتيني متلبس وبعدين جريت عشان اعرف. اقتليني. المسألة مش هكلفك غير طلقة رصاصة واحدة. وعلى رأيك كلب وراح. ولما انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق؟ ليه خنت؟ ضعفت. زنوا على دماغي. امشي يا عتريس. روح لحال سبيلك. امشي. يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل لك قضية شروع في سرقة. لا لا ده كتير عليا قوي كتير. امشي امشي دلوقتي من قدامي. امشي. مش معقول الدنيا فيها كل الرحمة دي. الحمد لله على السلامة يا ست هاني. مساء الخير الأول. ازي يا ست هاني تسمح لنفسك تيجي في وقت زي ده؟ يعني يا يحيى لما أكون عندي مرة في السنة مأمورية بالليل ما فيهاش حاجة. لا فيها حاجات كتير. أنا ما أقبلش أبداً أشوف مراتي راجعة وش الصبح. شغلي كده يا يحيى. أشتغل بالليل وبالنهار. مع اللصوص ومع الحرامية. غلط. إيه اللي يجبرك يجبرني على كده؟ التزامي ناحية شغلي يا يحيى. يبقى تستقيلي. الحكايه مش بالبساطه دي يا يحيى. يا وفاء انا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك. ما تقولش كده. ارجوك يا وفاء ما تجبرنيش ان انا عادي غصب عنك. انت رضيك ان انا اعمل حاجه غصب عني؟ انا كمان ليا حقوق ومن حقي ان انا امنع اي حاجه شايفها غلط. انت مش لك حقوق وبس. انا كل ملكك يا يحيى. انت بلاش نفسك. يا حبيبي انا ما اقدرش ابلف واحد في ذكائك. بس أنا عندي رسالة وعايزة أعملها. أرجوك يا يحيى تساعدني. إيه؟ أنت زعلان مني؟ شكلك زعلان مني. ده أنا أروح أموت نفسي أحسن. هعمل إيه؟ حتى مش مدياني فرصة عشان أزعل مني. ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، بس أنت إديني فرصة أكسب الرهان، وأثبت لك إن المجرم ممكن إصلاحه، وبعدين نبقى نتفاهم في كل حاجة يا يحيى. في التحلام يا وفاء. صدقيني بتحلمي. يا سيدي سيبني احلم. الجدع عتريس بقى اخر تمام وبعد عن الحراميه. كويس بس برضو خليك مراقبه. دي العيال الحراميه مفقوعين منه على الاخر. ما تستعجلش قوي كده لغايه ما نتاكد. حاضر حضرة الظابط. مع السلامه. الله يسلمك. اشوفك في الجامعه ابو عزه. مع السلامه اخويا. مساء الخير. نعم. احنا عملنا عليه. ما بتجيش انت؟ ما بتسألش انت؟ قلت اجي انا واسأل يا عتريس. سألت عليك العافية يا اختي. ايه هو ما كانش عيش وملح؟
العيش والملح لهم اصول، وانت سكتك يا بنت الحلال غير سكتي. يعني ايه؟ القوام اتركنا على الرف واحنا اللي كنا في العين والقلب؟ كلام كتير مش عايز. انا راجل دلوقتي بكسب لقمتي من على جبيني، ومش همشي غلط لو اتطربقت السما على الارض. فاذا كنت عايزه تمشي في السليم وترضي باللي ربنا بعتهن كان بيها، ما كانش انا ما جيت لكيش يا بايخه. الله 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 الله، ليه اللون الغامق ده؟ عشان انا اللي جيت لك. ومش كده وبس، صلتك باخوك حرام الغسيل دي تنقطع نهائيا. وكمان عايزنا اقطع اهلي، وكل ده عشان ايه؟ عشان حته الظابط بلافتك. اخرسي اخرسي يا قاع المجتمع. الله 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 الله، الله ما يوصف رقبتك ولا يحط كتافك. مش ناقص. السلام عليكم. حضرتك مش هترضى عني ده؟ انا بيت فن والحمد لله، وعارف ربنا كويس، من الجامع للكشك ومن الكشك للجامع، حتى الامام بتاع الجامع بيقول ان ربنا هيفتح عليا فتح مبين، وان انا هبقى كويس. ده هو اللي بيقول الامام. انا عارفه كل حاجه. ولما حضرتك عارفه مش عايزه ترضى عني ليه؟ طب وعايز مننا ايه دلوقتي؟ اذا كانت كل الناس بتقول عنك انك بقيت كويس. بس كل الناس في كفه وحضرتك في كفه. انا عايز تشجيع من حضرتك، انت هتفرق معايا كتير. نفسي احس اني بني ادم. طب يا عتريس انا هشجعك، ودلوقتي حالا. ازاي يا فندم؟ تعالي يا عتريس. اقلع الجزمة. اقلع الجزمة دي. تعالى يا عم. عارف. اهلا وسهلا استاذ. ماما فين؟ فضلتها يا فندم. الدكتور يحيى وصل ولا لسه؟ البيعه وصول يا فندم. طيب اعمل حسابك معانا نفر زياده على السفره. مين يا فندم؟ عتريس. حاضر. كرسي ده؟ اثبت ان المجرم ممكن يبقى انسان كويس جدا لو الظروف كويسه اتهيأت له. انا جبته معايا مخصوص عشان يحيى يشوفه بنفسه ويغير رايه فيه. وهيتغدى معانا؟ ايوه يا ماما. ايوه بس ده كتير قوي. ايه هو اللي كتير ده؟ بقى انسان كويس جدا. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، تعالي بس عشان تشوفيه. طب حاضر، هكلم في التليفون واجي لك. على الله بقى، اكلنا يعجبك. لا اكل ايه يا فندم؟ انا مش هقدر. مش هتقدر ده ايه؟ انت هتكسفني ولا ايه؟ مش ممكن اقعد مع حضرتك ومع الدكتور الباشا على ترابيزه واحده. مش ممكن يا فندم، العلم متعلاش على الحاجه. ده بقى يا ماما عتريس. اهلا استنى. اهلا بالعظمه كلها. عتريس. انا اسمي وحش، انما اخواتي كلهم اساميهم حلوه. كان اخواتي حوالي 11 12 13 راجل، وكانت امي بتدلعني قبل ما تخش السجن، كانت بتدلعني تقول لي عطروس. وكان ابويا هيخترع صابون يسميه ابو العتريس. الكلام ده قبل ما يفك من الملاحات. مش ممكن، مش معقول. انا قلت حاجه تزعل. عارف، تعالى افندم استاذ. انت عارف الجدع اللي معه وفاء بره؟ لا ما اعرفوش. مش فاكره؟ لا مش فاكره يا فندم. عارف ده يطلع مين؟ مين يستاهل؟ اخو وفاء. نعم اخوها. ايوه، اسمه والكلام اللي قاله بياكدوا ان هو. وايه بس اللي هيخليهم يتلموا على بعض يستاهلوا؟ ما الدنيا بلاني ناس كتير. مش عارفه، مش عارفه. ربنا يستر. جيب العواقب سليمة يا رب. يا رب. ماما. ايه يا ماما، مشيتي ليه يا روحي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. جوزك جه؟ لا لسه ما جاش. طيب أنا مش هقدر أتغدى معاكم. ليه؟ مش عارفة، حاسة كده بشوية تعب.
شوية تعب ولا ازاي كوثر هانم تقعد تتغدى مع ولد زي ده؟ لا لا يا حبيبتي، بس لو بتحبيني سيبيني استريح. يا ريت تغير رأيك. وكي استني. نعم. البنت دكتور وصل ومسرع ست. يلا جاي يا حبيبتي. تعالي بقى. روحي انت لجوزك عشان ما يقلقش عليكي. يلا. مش هتغير رأيك؟ هحاول. يلا. يا رب يا رب استر يا رب. اهلا اهلا اهلا، انت لسه جاي دلوقتي؟ بيعمل ايه هنا ده؟ ده بقى عتريس بعد التعديلات الجوهريه. ده بقى انسان تاني خالص يا يحيى، كل التقارير بتقول انه تاب، ده بقى بيصلي الوقت بوقته، وانا مكافأة ليه جبته هنا علشان يتغدى معانا عشان يعرف ان الدنيا لسه بخير. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ يا اخ. نعم يا سعادة الباشا. اشوفك بعدين، مع السلامة. هو انا مش هاكل؟ مع السلامة، اتفضل بره. بره! يحيى ليه كده؟ لما اقول ده تجيب لنا البيت حرامي محترف؟ بس ده ما بقاش حرامي يا يحيى، ثم ان وفاء الكلام ده لا اقبله اطلاقا. فاني سمحت للانسان اللي ارتبطت بيها انها تتعامل مع النصوص الصوابق، ما يسالش بيك الامر ان المعادي عليها ببيتي. مش بس كده، فاصل بيك السذاجه انك عايز تقعدي معايا على سفره واحده ببيتي ياكل الكلام اللي بيحصل ده. هاني المعتله. ايوه يا يحيى، بس الكلام ده كبير قوي. انا استنفذت كل وسائل الاقناع معاكي. من غير انفعال. وفاء، من اللحظه دي انتهت صلتك تماما بالمواضيع دي. ده شغلي يا يحيى. وفاء، مش عايز المناقشه توصل لاكتر من كده. ما تضطرنيش اقول لك اختاري بيني وبين شغلك. للدرجه دي؟ واكتر. واجبي ان انا احافظ عليكي. واجبي ان انا احميكي من الافكار اللي اقل ما توصف انها ساذجه وسطحيه. دلوقتي ردك يا هنا. انت عارف ردي كويس يا يحيى. انا مش عارف اي حاجه. بس انت قاسي قوي يا يحيى معايا. كان لازم افوقك قبل ما تختلط عليك الامور، ما تعرفيش اذا كنت راجل ولا ست. يحيى انت عارف شعوري ناحيتك ازاي. يبقى اختاري. ما جاتش على محمود؟ بقول لك ايه، انت هتشتغل لي ولا ايه؟ واحنا فاتحين الاسم ده علشانك. بسالك سؤال اخر يا يحيى. ريح نفسك يا اخوي. اسمع، انا سامع ان الملازم اول وفاء هتستقيل. هتستقيل ليه؟ مش عرفني يا اخوي. يا نهار اسود، يكون حصل حاجه وحشه ولا يكون بتقول ايه؟ بكلم نفسي يا محمود. لما اكون متضايق بكلم نفسي يا محمود. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور الباشا جوز حضره الضابط وفاء موجود دلوقتي؟ الدكتور يحيى في المستشفى. طب عال. بتقول ايه؟ والست وفاء هاني موجوده؟ وانت مالك انت؟ انا مالي، بسال يا اخي، هو السؤال حرم؟ اصل الست بعافيه شويه. عيانه؟ ايوه عيان. طب ممكن تقول لها عتريس؟ عتريس؟ يطلع مين عتريس دي؟ انا. انت؟ طب تتوكل على الله كده يا سي عتريس وتجيلنا يوم الخميس تاخد الصدقه. صدقه ايه؟ انا مش حاج. تبقى حرامي. الله الله الله، انا حرامي؟ ايوه شكلك كده حرامي. ما تشوف لنا فك. عايش فك والله. خلاص لما تفك بقى تروح. روح. انا خايف عليها قوي يا علي. خايف عليها ايه من ايه بس يا عتريس؟ خايف لو كل الباشا جوزها ضربها بحاجه فتح نفخها. دكتور محترم هيضرب مراته برضو عتريس. دكتور ولا مش دكتور؟ ما كل الناس بتضرب مراتاتها. لا لا لا، ما افتكرش. انا عايز اطمن عليها، انا مش عارف اشوف شغلي. ازاي واحده زي حضره الضابط تسيب شغلها الا عشان الشديد القوي؟ وانا خايف لو يكون الشديد القوي ده انا عايز اشوفها يا علي. اخيرا عقلت وحنيت للشغل عتريس. انا مش حاسس. نعم، امال بعت لي ليه؟ انا عايزك بس تامن لي البيت. عايز اطلع البيت ان شاء الله يا رب بطلوع المواسير. هنطلع المواسير من غير ما نسرق يا عتريس. انت مش ليك حقك وتاخدوه. ونكي ما تستهيفنيش اكتر من كده. انا استهيفت؟ انا مش حمار. ايوه بتعاملني على اني حمار. بقول لك ايه، كوتشينه وعديتها بمزاجي. مالها كوتشينه؟ مالها في كوتشينه فيها سبعه اولاد يا عتريس؟ انت قوم من جنب، انت واد بايخ. طب بلاش الكوتشينه. اختي. مالها اختك؟ ما قلت لك هتجوزها. قلت لك هتجوزها ولا ما قلتلكش؟ قلت لي وده كفايه يعني؟ طب وايه يعني؟ هعديها بمزاجي. لكن طلوع المواسير من غير ما نسرق دي بقى اللي مش هعديها. مش هتاخد حقك.
بقول لك ايه؟ ما تاخرتش بسرعه، انت سامع اصوات الكلاب وانت عارف عودتي من الكلاب، ها؟ بسرعه. وتحقيق وبوليس ونيابه بسبب تصرفاتك. هات ورايا، تعال. مش مش يحيى، انت بتعمل ايه؟ نزل ايدك، نزل ايدك، انت بتغيب من قفايا. مساء الخير يا سعاده البيت. ايه كمان ده؟ الواد ده بيه لقيت واقف تحت شباك اوضه النوم الكبير. جريت جريت وراه، قفشته من قفاه، لقيت معاه الحبل دي ومفاتيح الحراميه دول. يا صاحبي والحكومه موجوده وعامل لي هجام، ضيعت سمعتنا في الوسط. يحيى انا عايز المحامي بتاعك. يحيى انا ضربت قبل كده، انا عايز المحامي بتاعك. الو بوليس النجده، انا دكتور يحيى هاشم. ايوه في حال السرقة عندي في البيت. خش هات الدواء، خش هات الدواء. سفير على الحلوين. حلوين؟ دول حلوين؟ دول قاع المجتمع. اسكت اسكت، لحسن نضرب على قفاه، ما تعمليش فيها معقر. معقر؟ اللغة هذه اللي بتكلمني بيها ازيك يا حرام غسيل دي؟ حرام غسيل ايه؟ حرام غسيل ايه؟ مش كفايه جبتني حبستني معاك هنا يا بلوشي؟ لو ما كانش الخالق اللي زيك اتحبس، مين اللي هتحبسك يا حرام غسيل انت؟ قلت لك بقى لم حط هنا، حط هنا، انت لازم ترمي علينا اهو، حط هنا وهعمل لك مزرعه في الاخر. الحاجه اللي ملخبطاني، انا شفت ام حضره الظابط وفاء دي فين؟ هتكون شفتها فين يعني؟ انت يا ابني عايز تتلزق فيهم؟ انا شفتها بس فين مش عارف. الله يمسيكي بالخير يا نور يا اخي. يبقى فعلا كلامها طلع مظبوط، انت فعلا اتلخبطت. نوره كلامها مظبوط؟ اختك نوره دي ما تسويش حاجه. بس بس ما تسويش حاجه، مين اللي هينفعنا في النيله اللي احنا فيها دي؟ ما هي اللي هتجيب لنا العيش والحلاوه والحلم. بس بس انا متاكده ان ده ما كانش جاي يسرق. الله، مش شافوه هو بينط على المواسير وفي حرامي تاني تحت مستنيه بالحبال؟ يا امي يا حبيبتي، اللي جاي يسرق يخبط لي من البلكونه عشان انا اللي ام افتح له. ايه يخبط لك؟ ايوه يا ماما، كان جاي يشوفني. اوعي تقولي الكلام ده يا وفاء، لو حد سمعك هيسيء الظن بيكي. وانا شايفه ان قرار جوزك قرار حكيم، انت مكانك الطبيعي هو البيت. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الواد ده ضحى بنفسه عشاني، غبي، سلك طريق غلط. اوعي اسمعك تجيبي سيره عتريس ده بالذات. عتريس؟ غريبة ان حضرتك فاكرة اسمه لغاية دلوقتي. يحيى افندي، انت برضه مش عايز تكلمني؟ كلمك اقولك ايه؟ يحيى انا ماليش ذنب في اللي حصل. لو سمعت كلامي من الاول مكانش حصل اللي حصل ده. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ تحقيق وبوليس ونيابة وكلام فارغ. ايه ده؟ معقول ده؟ معقول يا وفاء ده؟ طيب خلاص انا هعمل اللي انت عايزه. تستقيلي. استقيل؟ ايوه. طيب حاضر يا يحيى، هستقيل. كده كويس، من بكره هسلم العهده واقدم استقالتي. روح هات لي عتريس من الحبس. حاضر يا فندم.
محجوز يا فندم. طيب سيبه انت دلوقتي واقفل الباب. حاضر يا فندم. يا عتريس. أنا آسف يا فندم. آسف جدا على اللي حصل. غصب عني. حبيت أجي أشوفك. حرام بقى وبتصرف تصرفات حرامية. عملت لحضرتك قلق وعملت للباشا جوز حضرتك وعملت لوالدتك قلق. أنا متأكدة إن نيتك كانت سليمة. علشان كده أنا لازم أشوف لك حل. ولا تشغلي بالك يا فندم. إلا والدة حضرتك دي اللي شفتها. أنا مواكرم يا فندم. على فكرة أنا شفتها عندنا في بيتنا. عندكم انتم؟ في بيتنا زمان قوي ايام ما كان عندنا بيت. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله؟ متاكد قوي حضره الضابط. وايه اللي هيجيب والدتي عندكم؟ يمكن من باب العطف. اصلها لما مؤاخذه جت بعدهم لما دخلت السجن. طيب وهي كانت تعرف والدتك منين؟ مش عارف اذا كانت تعرفها ولا ما تعرفهاش، بس غالبا كانت تعرفها لانها كانت مقهوره عليها قوي، ومش معقول حد يتقهر على حد من غير ما يعرفه. صحيح والده حضرتك غنيه قوي، بس كانت طيبه زياده عن اللزوم ومتواضعه زياده عن اللزوم، لانها جت عندنا في البيت وادتنا فلوس كتير قوي. والفلوس دي وقتها نفعتكم؟ هي نفعتنا ساعتها بس ما فرحتناش. ليه؟ اتلخمنا في البيت اللي تاهت. كانت اصغر اخواتي بنت صغيره واخر حكاوه طعمه جدا اسمها وفاء. قلقت عليها دول ما نلقيناهاش. والدتك اسمها ايه؟ حسنيه. ماما تعرفي واحده اسمها حسنيه؟ بتقول ايه؟ واحده ست اسمها حسنيه. مالها؟ تعرفيها؟ هعرفها منين؟ ويعني تطلع مين حسنيه دي؟ واحده ست غلبانه ام الولد اللي اسمه عتريس. وانا هعرفها منين؟ اصل هو قال انه شاف حضرتك عندهم في البيت. وانا بروح حته انت ما تعرفيهاش؟ لا يا ماما ده مش دلوقتي ده زمان. يا حبيبتي انا ايه اللي هيوديني بيوت ناس زي دي؟ انا لا اعرف لا عتريس ولا ام عتريس. يعني حضرتك ما روحتيش؟ ابدا قلت لك لا. يبقى لازم بقى عتريس اختلط عليه الامر. المحمود عتريس يا فندم. سيبه يا محمود دلوقتي. حاضر يا فندم. دي عتريس. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. لا ينقصنا الا رؤياكم. عتريس انت قلت لي امك اسمها ايه؟ حسنيه. حسنيه ايه؟ حسنيه ايه؟ وانا مش عرفني. انا اعرف اسم ابويا عشان اسمه لازم في اسمي. حاول تفتكر يا عتريس كان اسمها حسنيه ايه؟ انت حضرتك حامل يا عتريس؟ احنا بنتكلم جد، خلينا في موضوعنا. انا قلت يمكن تكون حضرتك بتدور على اسم ولا حاجه. هو حسنيه حلو مش بطال. خد عتريس على الحجز. حاضر يا فندم. وانا ماشي دلوقتي. السلام يا فندم. الو بتقول ايه يا استاذ محمود؟ انا حاجه يا اخويا. انا قلت بتقول ايه؟ اتفضل بقى. انا قلت حاجه يا اخويا. لكن ما تعرفيش اسمها ايه بالظبط؟ انا كل اللي اعرفه ان اسمها حسنيه وقضيتها مخدرات. انا قدامك بشوف اهي، وطبعا فيها كذا حسنيه. والله يا فندم انا اصلي بعمل بحث زي ما هو واضح عندي ستك في التصريح. يا ريت حضرتك تساعدني عشان اقدر اتعرف على الست المقصوده. انت عندك كام عيل؟ عندي ثلاثه وجوز اللي بيربيهم دلوقتي. قولي لي يا ست حسنية، انت جوزك طفش قبل ما تدخلي السجن؟ انا كنت اتجوزت عشان يطفش، ده انا عفراء. انت من الملاحات؟ ملاحات ايه؟ ده انا حسنية ملكة الحضرة. انت عندك كام عيل؟ انا كنت قاطعة الخلفة بس جبت اتنين بس عشان خايفة على صحتي اسم الله وعلى قوامي ان شاء الله. انتوا بتقفشوا كل اللي اسمهم حسنية؟ لا وهنقفشهم ليه؟ انا بدور على واحدة اسمها حسنية عندها 12 عيل ومن الملاحات. عرفتها عرفتها، حسنية المظلومة. المظلومة؟ ايوه احنا دخلنا لقيناها هنا دايما تقول انا مظلومة مظلومة، ودايما ترفع وشها للسنة وتتطلب من ربنا، حتى جوزها هرب. هرب؟ هي تعالي يا ستي. انت اسمك حسنية؟ حسنية احمد فرحان. انت من الملاحات؟ ايوه. جوزك اسمه ايه؟ عبد الحفيظ. الله يمسيه بالخير بقى ان كان عايش، والله يرحمه اذا كان مات. عندك ابن اسمه عتريس؟
عندي حتريس ومحمد وزينب واحمد وعلي ووفاء. وفاء اذا كانت عايشه زمانها بقت عروسه قد حضرتك. قدي انا؟ لا مؤاخذه. لا ابدا ما فيش حد. انت دخلت السجن ليه؟ دي حكايه قديمه وطويله يا بنتي. معلش اصل كلمه بنتي دي ماسكه بوقي. لا 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 ابدا ما فيش حاجه، خدي راحتك. 18 سنه بين اربع حيطان، لا اعرف حاجه عن ولادي ولا عن جوزي. تعبت تعبت قوي. ما قلتليش انت دخلت السجن ليه؟ ما انا قلت لك دي حكايه طويله. مخدرات؟ ولا عمري شفتها ولا عمري اعرفها. يعني مظلومه؟ منها لله يا كوثر. ايوه كوثر انور الطايع، زمان ربنا انتقم منه. انت متاكده؟ متاكده من الاسم ده؟ حد ينسى جلاده يا بنتي؟ ده انت لو شفت الست دي تقولي انها ملاك نازل من السماء. دي كانت بتعطف عليا وعلى اولادي، ولو تعرفي عملت ايه لما عرفت ان جوزي هرب. كل ده كانت مخبيه لي مصيبه عشان تدخلني بيها السجن. طيب هي مصلحتها ايه في كده؟ عشان تخرج من القضيه. يعني هي كانت بتشتغل في المخدرات؟ امال مين يا بنتي؟ انا ده انا مش لاقيه اكل. مالك يا حضره الضابط؟ مفيش مفيش. كلامي ضيق، انا غلطت في حاجه؟ لا. امال متضايقه ليه؟ ماشي انا مضطر امشي دلوقتي. ما احنا قاعدين بنتكلم ده انا قلبي اتفتح لي. معلش في حاجه ضروري لازم اشوفها دلوقتي. هشوفك تاني؟ ضروري هرجع لك تاني. لازم اشوفك يا بنتي. يا حضره الزهر، حضره الزهر. نعم. بلاش. ليه بلاش؟ لو محتاجه اي حاجه انا تحت امرك. انا ليا طلب بس يمكن يضايقك. أأمري. الأمر لله يا بنتي، مزبونة تأمر حضرة الضابط. لا قولي لي، عايزة إيه؟ عايزة أبوسك. هقولي من ولادي، وكبتيني من ولادي. فين يا وفاء؟ كنت في السجن. ما شاء الله ما شاء الله. ده شغل يا يحيى. خلاص خلصت الإقسام فضل السجون؟ يحيى ده شغلي ولسه بخلصه، وبعدين منفرلك منفرلك أنا تعبانة تعبانة قوي. ما أنت طبعا تعبانة من الشغل. اسمها مقول لك قدامك ثلاث أيام من النهاردة تنهي كل متعلقات شغلك. ولا أنا آسف جدا مضطر آخد موقف ما كنتش أحب آخده أبدا. يا اخي انت بتهددني؟ ما انت كمان بتوعديني وتمطي يا وفاء، مش معقول كده. انا مش بماطل، انا عندي مشاكل، مشاكل كبيره قوي. مشاكل؟ مشاكل ايه دي؟ ممكن اعرفها؟ مش وش مش وش، كفايه اللي انا فيه، كفايه. وفاء انت مخبيه عليها حاجه؟ وفاء مالك؟ احيى انا يمكن ما بعرفش اعبر كويس عن اللي بحس بيه، لكن انت اكيد عارف شعوري ناحيتك. يا وفاء انا عارف شعورك كويس قوي، لكن ايه معنى الكلام ده؟ يحيى انت حساس وذكي، وانا سعيده اني مراتك. انا بحبك وبحترمك في نفس الوقت. مالك يا وفاء؟ في ايه؟ ارجوك افتكر الكلام ده مهما حصل، افتكر اني حبيتك قوي. ايه دي؟ ايه دي كده؟ خدي حمام ونامي بس يا ماما. من فضلك يا يحيى، من فضلك. لا استحملني الايام دي لغايه ما. لغايه ما ايه؟ وفاء انت مش قلت انا واحده؟ اه. صباح رباح.
صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. انت رايحه الشغل؟ اي يا ريت يا وفاء تخلصي اجراءات الاستقاله بسرعه عشان يحيى متضايق من الموضوع ده. حاضر ان شاء الله. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ماما انت فاكره لما اديتيني الكليه بتاعتك؟ وايه اللي فكرك دلوقتي؟ انا عمري ما نسيت ابدا. انا كل ما ببص في وشك بحسد نفسي على كل اللي انا فيه ده. معقوله في ام في الدنيا تدي لبنتها كل الحنان ده؟ كل ام في الدنيا بتحب بنتها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب في قلب الام مع لحظه الولاده. مع لحظه الولاده؟ ما هو من حكمه ربنا ان اللبن في صدر الام بيظهر مع الحب والحنان. انا نسيت اسالك، انت رضعتيني؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك اللي رضعتيني ولا رضعت صناعي؟ صناعي؟ صناعي ده ايه؟ لا طبعا انا رضعتك الرضاعه الطبيعيه بتاعت ربنا. لكن ايه لازمه الكلام ده؟ انا همشي دلوقتي يا ماما. مع السلامه. قضيتك اللي اتحبست فيها كانت قضيه ايه؟ ما تخلي الطابق مستور. ما انا ممكن اعرف بسهوله. يا بنتي يا حضره الضابط، ما تنكشيش في حاجه. النكش في الماضي يتعب. احنا ولاد النهارده. يعني ايه ولاد النهارده؟ انا بسالك سؤال ترد على قد السؤال. قضيتك كانت ايه؟ مدام مصممه كانت مخدرات. حضرتك عرفت والدتي ازاي؟ ده كلام. احنا قلنا ما يصحش تجيب سيرتها في الاسم. بقول لك عرفت والدتي ازاي؟ ما احنا قلنا برضو بيزنس. ايه هو نوع البيزنس؟ يا بنت الناس الاكابر بلاش بلاش. بلاش ليه؟ من غير ليه؟ يا باردون، عندي معاد بيزنس. اهو اتفضلي يا ستي، جايبين المشتي ناوي. انا مش فاهمه حاجه. ليه كنت ماشيه غلط؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا وفاء؟ ليه اديتيني الحب ده كله؟ ليه اديتيني الكليه بتاعتك؟ الله، انت مالك النهارده؟ دلوقتي انا عايزه اعرف الحقيقه حالا. حقيقه ايه؟ حسنيه دخلتيها سجن ليه؟ وانت كنت ليه بتجري في المخدرات؟ وانا حطيتيني في الوضع ده ليه؟ ايه التخاريف اللي بتقوليها دي؟ سجن ايه ومخدرات ايه؟ في واحده تتكلم امها بالطريقه دي؟ انا عايزاكي تقوليلي على الحقيقه. حقيقه ايه؟ تقوليلي كل اللي حصل. انت كنت بتتاجري في المخدرات مع واحد اسمه صقر، وبعدين وقعتي في قضيه. بعد ما وقعتي في قضيه لبستيها حسنيه، بعد كده خدتيني عملتيني بنتك. مظبوط ولا لا؟ دي مؤامره. انا ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي. مين اللي مالى مخك بالكلام الفارغ ده؟ ويقصدوا ايه؟ ومين اللي بيلعب من ورا ظهرنا؟ بس 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 صدقيني وفاء، الكلام ده غلط غلط غلط. ايه ده؟ غلط؟ ايه ده؟ دي شهاده وفاه ابويا وشهاده ميلادي المصوره. غلط برضو. خد يا ريها. وفاء، انا عشت في دوامه ايام طويله. كنت بقول يا رب كل الهواجس دي تطلع غلط، يا رب يطلعوا كلهم كدابين. لكن للاسف للاسف الحقيقه دلوقتي انا عايز اسمعها منك. انا مين؟
بنت مين؟ أرجوك قولي لي الحقيقة. أنا مش عارفة أقول لك إيه دلوقتي. أقول لك يا ماما ولا أقول لك يا كوثر هانم؟ أنا ماما يا حبيبتي. أنا عايزة الحقيقة. سامحيني وفاء، كان لازم أعمل كده. تدخلي واحدة السجن وردة، وكان لازم أطلع منها. إيه اللي حطك في الوردة دي؟ غلط. غلطة كبيرة كبيرة أوي. غلطة عمري. وبحاول أكفر عنها. وليني كفرت. ما فكرتيش فيا أنا. ما فكرتيش في اليوم ده. أنت عينيا يا وفاء. أنت عينيا. واللي ولدتني. اللي ولدتني. قالوا لي حضرتك جيتي وطلبتيني. ما صدقتش وداني. اتفضلي. العفو يا بنتي. اتفضلي. العفو يا حمام. اتفضلي. مالك يا روحي؟ كف الله الشر. بتعيطي ليه؟ دموعك نازله ليه؟ في حاجه مضايقاكي؟ انت عارفه انا مين؟ حضره الضابط وفاء. لا. امال مين؟ انا وفاء بنتك. بنتي؟ بنتي. ايوه. يا حبيبتي. أنا بنتك بنتك وفاء بنتك. برضه بتبرقي لي يا نورة؟ يا نورة بطلت تبريق. يا حبة عيني أنا مش ببرق لك. أنا بفتح عينيا قوي عشان تخش فيهم وتخش على قلبي من غير لحم ولا دستور. الله، يعني وأنت زعلانة بتبرقي وأنت مبسوطة برضه بتبرقي. خلينا في المفيد. خلينا في المفيد. الله يرحم والدك. اسكت. إيه؟ انا قومت لك حته محامي جدع قوي وزرفت العربون. زرفتي العربون؟ لسه واقفه يا خاله. حلوه خاله دي يا بنت نوره. نعم خاله. ده ايه؟ سلمت تشوف يا شويش، انا من دور ولادك. هو شايفك خالته فيها ايه يعني؟ والحل ايه؟ الحل في ايد ربنا يا بنتي. انت لازم تطلعي من السجن. لازم الظلم يتشال عنك، لكن في الوقت اللي هيتشال فيه الظلم عنك، ما هي اللي هتدفع الثمن؟ هي برضو أمي، يعني المظلومة أمي، واللي هناخد طارنا منها هي أمي، اللي لازم تخرج من السجن أمي، واللي تدخل السجن أمي. شايفة الحيرة اللي أنا فيها؟ ما تشغليش بالك يا حبيبتي بيا، أنا خدت على الظلم، خدت على الضلمة والسجن، ما عادتش تفرق معايا. لكن أنا تفرق معايا كتير كتير قوي. أنا ما أقدرش أسيب أمي اللي ولدتني وادتني الحياة مسجونة وهي مظلومة، ما أقدرش. أنا ما عدتش بكرهها. اللي سمعته منك عنها مسح كل اللي عملته فيا. لكن ما يمسحش اللي عملته في إخواتي. ما يمسحش ابدا انها شردت عيله بحالها. عملت علشان الكتير. طب واخواتي؟ اسمتهم كده. مش يمكن كانوا طلعوا احسن مني؟ الفقر كان هيشدهم لورا. احيانا الفقر بيبقى حافز للنجاح. هتتدخلي في حكمه ربنا؟ بس ربنا ما يرضاش بالظلم. هتعض الايد اللي اتمدت لك؟ ما اقدرش ما اقدرش. دمي ملكها. بالراحه على نفسك يا بنتي. وانتي؟ ما رحمتكيش ليه؟ ما رحمتش اخواتي ليه؟ اللي راح راح. واعتبارك يترد فيك. وشبابك؟ انتي شبابي. وعمرك اللي ضاع. انتي عمري اللي جاي. وانتي لازم تخرجي من السجن. رايحه فين يا بنتي؟ هرجع لك تاني. حضرتك ايه اللي مزعلك كده؟ وايه
ايه اللي بعت حضرتك لغايه دلوقتي؟ كويس ان حضرتك بعتيلي عشان اشوفك. انا هطرح على العلومان بكره. الحقيقه الحقيقه مش هسيبك تدخل السجن مهما كان الثمن. وانا ما يرضنيش انك تعرض نفسك للمشاكل بسببي، ده انا موت نفسي بسبب حاجه قد كده وتحصل لك. انا ما يرضنيش ان مظلوم يدخل السجن، خصوصا اذا كان ده اقرب الناس ليا. اخويا. اخوكي؟ عشان كلنا ولاد حواء وادم. لا اخويا اخويا. مين؟ بتقولي ايه؟ حضرتك بتقولي ايه؟ انا اختك. اختنا؟ اختك وفاء. وفاء انت حسن يا عبد الحفيظ يا عدريس. طبعا هو ده المظبوط، هو ده المظبوط يا عدريس. كلام الكبير ده ستاني مزعلني قوي. انا دافع عليا مش حياتي كمان، وان في اسرار حضرتك مخبيها عليا. ايوه في اسرار يا يحيى. اسرار؟ اسرار ايه؟ بكره تيجي معايا النيابه علشان تغير اقوالك. اقوال ايه اللي غيرها؟ تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. هي دي الاسرار؟ ايوه، لان عتريس مظلوم لازم يخرج من السجن. عتريس مظلوم؟ مظلوم؟ ايوه كان جاي يشوفني يا يحيى. يشوف حضرتك فوق النوم؟ ايوه خبط لي وانا اللي فتحت له. ايه التخاريف دي؟ انت اكيد اتجننتي، ما انتش عارفه بتقولي ايه. انا بقول الحقيقه. انهي حقيقه؟ عتريس اخويا. اخوك يعني ايه؟ اخوك في الانسانيه والجمل اللي انت عماله تقوليها دي، مش كده برضه؟ اخويا ابن امي وابويا. يعني ابن كوثر هانم ونبيل المشتناوي؟ لا، احنا ولاد واحده ست غلبانه اتحكم عليها بالسجن مؤبد، واب اسمه عبد الحفيظ. عيلة كانت بتكمل عشاها نوم. كوثر هاني. امي دخلت امي السجن. مش مصدق اللي بسمعه ده. يا نهار اسود. يحيى تقدر تطلقني، انا هتحمل الصدمة، بس انا ليه رجع عندك. بعد ما تطلقني تروح النيابة تشهد تقول ان عتريس ما كانش جاي يسرق. وانا اسفة، اسفة قوي يحيى على كل اللي تسببته لك. انا انسان عكس كل مبادئك واخلاقك. امي مسجونة واخويا حرامي واخواتي متشردين، أمي التانية، أمي التانية غلطت في حق الناس والمجتمع. بس أعمل إيه؟ ما كنتش عارفة. وفاء أنتِ قولها، قولها يا حبيبي. نأجل الموضوع ده لغاية ما أخلص موضوع عتريس. لا لا يا يحيى، أنا مش عايزاك تروح النيابة في أي صلة بينك وبين عتريس. خلص موضوع عتريس الأول، وبعدين نروح للمأذون، بعد كده كل واحد يروح لحاله. أنا مش فاهمة أي حاجة، أنا مخي بيلف يا جدعان. مش هنسجن إزاي إذا كانوا شهدوا علينا إننا كنا داخلين نسرق؟ يا ابني يا زكي يا حرام الغسيل، ما هم جوه عند البيت وكيل النيابة بيعدلوا شهادتهم. بعد ما طلعت يا بيبو. شو وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ أنا بقول يمكن سمعت غلط ولا حاجة. انت هتجنني يا جدع انت؟ مش معقول كمان اكون حضر اخو حضرتك الظابط. ليه؟ مش هي اللي قالت؟ يعني انا نسيب البيت دكتور الباشا اللي جوه عند وكيل النيابه؟
انت هتجنني يا عتريس. ما تبرقليش يا نوره، الموضوع ده بالذات مش عايز تبرير، وانت كمان بتبرقلي ليش؟ ابرقلك ازاي؟ اه ده انت حبيب قلبي، انت مش راح تاخد صابر. حازم حازم انتباه. مين الجيل هلومه اللي معصاب ده يا عتريس؟ باشا باشا جوز اختي. اطمن يا عتريس. ربنا يخليك ليا يا سعاده باشا، ايدك خدها يا باشا. هذه من ايدي. هو احنا نقدر نستغنى عن سعادتك؟ على فكره يا باشا انا يعني قلبي زي البفتر بيضا، زي البفتر بيضا زي الترجال، عشان يعجب سعادتك انا كويس قوي، انا عارف بشكل مضايق سعادتك. والبنت اللي قلنا دي انا ما اعرفهاش. لا عكريس انا كمان ما اعرفهاش سعادتك. خلاص يا بنت انت والواد ده كمان ما اعرفوش، الاثنين دول قاع المجتمع. وبعدين يا سعاده الباشا انا لما بستحمى ببيض ومناخيري بتصغر وبتدخل لجوه، وليه اخ دبلوم تجاره بيتكلم انجليزي لبلب يا باشا. اسمع ما اقول لك هخلص خالص يا باشا، انا عارف ان انا بلبخ كتير بس اعمل ايه، تفكيري على قدي، انا خدام سعادتك يا سعاده الباشا. عتريس ما تقولش كده. حاضر يا استاذ هانم. ايه ست هانم دي؟ في حد بيقول لاختي يا استاذ هانم؟ انا شخصيا بقدرها. انا مضطر امشي دلوقتي واللي اتفقنا عليه هيحصل. توصل لك الورقه. الباشا زعلان من ايه؟ وايه حكايه الورقه دي؟ مفيش. طبعا كل حاجه وحشه، احنا عالم غلط، سيبينا احنا. المهم انت يا استاذ وفاء. انا مش ممكن حاسبكم. انا همشي دلوقتي يا عدريس، وهم هيعملوا الاجراءات عشان تخرجوا، وبعد ما تخرج نبقى نروح لامنا في السجن. حاضر. عدريس خلي بالك من نفسك. شوف الحلاوه ده زكي، شوف الحلاوه بنت نوره، بتقول لي خلي بالك من نفسك. الله، مش اختك يا عتريس؟ وبعدين تعالى هنا، ايه حكايه معرفش بنت نوره دي؟ انت اول هتتبرى منها عشان طلعت لك اخت ظابط؟ ببلعك يوم شويه بشويه. تبلعني يعني ايه؟ ما تبرقليش يا نوره، والله ما تبرقليش يا اخي. بتبرقلي من ايه يا ابو؟ بتبرقلي من ايه؟ صوت البصل الواد وصل. اهلا اهلا يا عتريس بيه. طمع. اهلا. عاوزين يخش البيت وكل النيابه. اتفضل يا باشا، اتفضل الاول، اتفضل. مساء الخير وفاء، انا جاي عشان. حاضر يا حبيبي، طلع حضر الشنطة. انا مش جاي عشان الحاجات دي وفاء. اي حاجة هتؤمر بيها يا يحيى انا هنفذها لك. انا عارف ان انا اتسببت لك في مشاكل كتير، ارجوك اتصرف من غير حرج. كل الشواهد كانت بتقول انك من اسرة عظيمة، الدليل انت يا وفاء، مثال للانسان اللي على قيم وخلق. انا فكرت ولقيت ان الفارس الشجاع صاحب القيم والاخلاق ما يتخلاش عن موقعه في وقت الشدة. وفاء انا ما احبش اكون فارس جبان. يحيى انت يوم ما اتجوزتني كانت ظروفي مختلفة، انا دلوقتي مش مناسبة ليك، مش عايزك تبقى مكسوف مني. انت ما شرفكش ترتبط بواحدة اهلها. يا وفاء انت قدري والقدر ما بيتعاندش، انا اخترتك وانت مالكيش ذنب. انت سبق قلتي لي انك مخلوق عكس مبادئي. بالعكس يا وفاء، انت بالذات فيكي كل مبادئي. صدقيني حتى كوثر هاني فارس شجاع. بس امي هتتسجن يا يحيى. مفيش حل غير كده. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها. اعمل ايه؟ لازم نقف جنبها في محنتها. يلا بينا حبيبتي. يلا. طب مين يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ خير يا استاذ، خير يا كوثر هاني. للاسف مش هتعاقب على كل اللي عملته في حسني. ايه اللي حصل يا استاذه؟ القضية بتاعت كوثر هاني اللي خلت الست حسنية السجن. أيوة. سقطت بالتقاضي. طب الحمد لله يا ماما. طب ممكن اعرف ايه اللي هيحصل في الست حسنية؟ امي هنعمل اجراءات اعادة المحاكمة لظهور اسباب جوهرية جديدة. ايوه. وهنرفع قضية رد اعتبار. انا تعبانة، ضميري مش مستريح خالص. في حل تاني يا كوثر هاني. انا مستعدة اعمل اي حاجة.
عشان اعوض حسنية على السنين اللي فاتت. انا رايي انك تخصصي كل ثروتك للاولاد اللي اتشردوا كهديه شرعيه تهيئ لهم بيها حياه كريمه. ولازم ندور على الاولاد دول وباذن الله هنلاقيهم. وانا عليا التوجيه والنصح وتهيئ الجو المناسب ليهم عشان يبقوا بني ادمين كويسين. انا موافقه اديهم عمري بس ربنا يسامحني وانتم تسامحوني. انا رايي ان احنا بالطريقه دي يبقى عملنا حاجه كويسه جدا للمجموعه دي، مش كده؟ يحيى انت بتقول كلام اللي ما كانش عاجبك. وفاء انت اثبتي لي ان البيئه الطيبه بتخلق انسان عظيم. انا فخوره بيك قوي يا يحيى. ودلوقتي انا عايزه اشوف حسنيه عشان اخليها تسامحني. انا رايي ان احنا كلنا نتلم في حته واحده، مش كده؟ ونعيش يا يحيى ونعوض امي كل اللي شافته. امي امك يا عدلي. سامحاني من قلبي. سامحاني. كفاية اللي عملتيه لبنتنا. أمه. عتريس. أمه. عتروسة. أمه. صحتك كانت على السجن يا أمه. يا ولد. علي علي أهو. علي. خش علي. خش علي. أمال بنت إخواتك فين؟ هنلاقيهم إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله موضوع المستشفى الخاص زي ما اتفقنا هيخلص وكل واحد من ولادنا هيلاقي شغل. ربنا يخليك ليهم يا ابني. اتفضلي. الموقف متأثر. لا لا اتفضلي. لا 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 معلش معلش يا دكتورة بس اتفضلوا معايا اتفضلوا. تعالى كمان يا دكتور والمرشد اللي في ورانا. تعالى يا جماعة. اتفضلوا. حضور. أنا اللي أجرت الحضور يابا. اركب علي. اركب علي جنب. جنب هنا علي. تعالى اطلعي اطلعي هتنصاب انت هتنصاب كفايه الدكتور الباشا بعد انت جنب الستات وانا هقعد على علي يلا علي يلا علي بالصلاه على النبي جاهزين يا احمد يلا يلا يلا